مساء الخير، اهلا بحضراتكم معانا في حلقه جديده من مصر تنتخب الرئيس. زي ما وعدنا حضراتكم امبارح ان احنا هنستكمل اليوم تحليلنا للجزء الثاني من حوار المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي مع قناه سي بي سي ومع الاون تي في. وحضراتكم تابعتم على مدى ساعتين ونص تقريبا الجزء الثاني من هذا الحوار. واليوم بدأ الأمر بأنه هناك قضايا. امبارح بنذكر حضراتكم كان الحوار منصب أكتر حوالين الإجابة عن من هو عبد الفتاح السيسي، من هو بكل معاني، من هو، أسرته، تكوينه، مكان اللي تربى فيه، نشأته، تصوراته العامة. وكان في أيضا محور آخر متعلق ب بعض الخلفيات التاريخية القريبة اللي حصل في الفترة من 11 فبراير 2011 30 يونيو 3 يوليو، استعادة لبعض ما بين قوسين الأحداث أو الذكريات التاريخية. وكان الجزء الثالث هو عرض عام لما يراه المشير عبد الفتاح السيسي في ملامح برنامجه العام، واللي اتكلم فيه واللي النهارده بقى ابتدى التفصيل فيه، اللي هو او احنا سميناها الاستراتيجيه التوسع الجغرافي السكاني، اللي هو النهارده مش بس اتكلم فيه ولكن كمان جاب خريطه مهمه للغايه بتعكس تصور لاعاده تشكيل مصر في المدى. الخريطه قدام حضراتكم، واحنا هنتناقش في هذا الشكل الجديد اللي بيقترحه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لإعادة رسم الخريطة السكانية والعمرانية والاقتصادية والجغرافية وبالطبع الإدارية لجمهورية مصر العربية. زي ما عودنا حضراتكم ويعني تعهدنا معاكم، هيبقى معانا نفس الفريق اللي حلل الجزء الأول هو اللي هيحلل النهاردة الجزء الثاني. وبنرحب بالفريق معنا مرة أخرى، الأستاذ الدكتور حمدي عبد العظيم العميد السابق أو الرئيس السابق لأكاديمية السادات الإدارية، أهلا بك سيدي. شكرا لك. أستاذ الاقتصاد والإدارة الدكتور هاشم بحري، الأستاذ الدكتور هاشم بحري أستاذ علم النفس، الطب النفسي. وأصدقائنا من زمان من فريقنا التحليلي الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، والدكتور محمد مجاهد الزيات مدير مركز دراسات الشرق الأوسط. يا أهلا بحضراتكم. أهلا بسيارة. طيب هسأل السؤال الأولي، هبدأ برضو بالدكتور حمدي. نعم. النهاردة أنت شايف الحوار لو تحط له عنوان عريض هنقول إيه؟ والله يقول هو يعني إصرار على تحقيق طموحات المصريين خصوصا الفقراء ومحدودي الدخل في حياة أفضل، في التنمية، في رفع مستوى معيشة، في مراعاة للبعد الاجتماعي، في حلول غير تقليدية، لأنه قال إن الأساليب التقليدية لم تعد فعالة أو لم تعد لها فرصة للنجاح. وكان بيتكلم كلام عملي زي ما سيادتك قلت في المقدمة، في خريطة يعني لتغيير الأرض والواقع والسكان في إطار تفصيلي من المحافظات تزيد إلى 33 محافظة مثلا، في ظاهر صحراوي وظاهر على البحر الأحمر. ده طبعا بيوفر فرص للعمل وأيضا للزراعة والأنشطة الاقتصادية والسياحة كمان بالنسبة والتجارة والملاحة إلى آخر هذه الأشياء، كتنمية متكاملة وشاملة زي ما قلنا أمس. أيضا لما بيتكلم على ما يتعلق بأن احنا لابد نبقى قد المسؤولية والأجيال القادمة نسيب لها حاجة كويسة، ما نسيب لهاش ديون. فاحنا عندنا ديون حاليا وصلت لواحد وسبعة من عشرة تريليون زي ما قال في الحديث، وده بالفعل عبء ثقيل له خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة، برضو ذكر 200 مليار جنيه. وطبعا في أعباء أخرى زي الأجور، الدعم،
والتبقي بعد ذلك للأشياء الأخرى، الصحة، التعليم، الحاجات دي كلها رغم أهميتها إلا أنه يعني ما ينفق عليها حاليا أقل مما ينبغي أن يكون. فهو كان بيتكلم كلام واقعي حقيقي، وشاعر بالمسؤولية، وشاعر بأنه أيضا لوحده مش هيعمل حاجة، إنما الشعب كله ظاهر له، وأنه لابد أنه يعمل بجد ويجتهد ويعني عمل شاق. حتى بنقفز قال يعني ان احنا مش بنمشي بخطى سريعه بس، او مش ان احنا بنعمل حلول كده، لكن في قفزات، وبالتالي لابد الناس تشعر بهذه الاشياء، وانه لابد يبقى في هذه الحاله بنستعين بالعرب ايضا كاشقاء. والحقيقه وجه شكره باستفاضه الى المملكه العربيه السعوديه والى جلاله الملك عبد الله، وقال ان المعونات اكتر حتى مما ذكر لما قالوا له 12 مليار، قال لا ده اكتر، يمكن 20 مليار دولار. وبالتالي ايضا ما زلنا بنعول على الاستثمار الاجنبي المباشر، بنعول على القطاع الخاص المصري، على ان الحكومه ايضا والدوله، وبتستخدم تعبير الدوله على اساس انه ما يبقاش فقط جهه حكوميه، او انما كل الجهات الموجوده في الدوله كمؤسسات بما فيها حتى المؤسسة العسكرية لها دور تنموي. وبالتالي يعني التكاتف كل الناس في هذه المرحلة مهم جدا. كان أيضا بيأكد على أنه مصر في المرحلة القادمة محتاجة أنها يبقى في معالجة لقضايا التعليم مثلا. تمام، لا أنا هنرجع للتفصيل. تمام، أنا دلوقتي عايز أخذ انطباعات العامة دكتور هاشم. الحوار اتعمل دفعة واحدة، وبالتالي ما عندناش فرق زمني، يعني هو امتداد ممتد. لكن هل حضرتك في اداء الفريق السياسي المشير السياسي النهارده بيتحدث بقى في امور تفصيليه، ولفت نظري انا شخصيا قدرته على الاحاطه بالارقام بدون ورق. صحيح، يعني ارقام كثيره، وهو ليس رجل اقتصاد بيقولها يبدو انه يعني عارفها كويس. هل الجزء ده طبيعة الموضوعات اللي تتكلم فيها النهاردة سواء الاقتصاد أو السياسة الخارجية وقليل من السياسة الداخلية مختلف في أدائه العام عن الجزء الأول امبارح اللي كان زي ما نقول مقدمة للحوار التفصيلي؟ هو تكملة. أي نعم، النهاردة كان كلامه على القوة وعلى الظهير دايما بيستعمل فيها قبضة اليد، يعني على الناس اللي بتساند بعض يعني. لكن هو احنا لما بنيجي ندرس واحد بندرس هو شخصيته ايه بالظبط. تمام، فجزء من امبارح قدم، النهارده كان بيتكلم على محور خطير جدا وهو التفكير العلمي المنطقي. التفكير العلمي يعني ايه؟ يعني انا بحط هدف، وبعد كده بحدد الطريقه والوسيله والتوقيت وايه العقبات والحلول المتوقعه. فواضح ان هو دارس هدف كويس. تمام، وعارف النقط دي كلها، وبالتالي يفرق كتير قوي عن المرشحين من سنتين لما كان كل واحد يطلع يقول لك ايه انا هحل التعليم، مشاكل الصحه تخلص خمس دقائق، كلام تحس ان هو ناس مش قاريه ولا فاهمه يعني ايه تفكير علمي ومنطقي. وبعدين عارف المشاكل اللي هتواجهه، بيطلب من الشعب ان هو يسنده. هي بس الفكره كلها انه الشعب المصري اصلا شعب حويط. حويط يعني ايه بقى؟ هسول لئيم ولا حويط؟ لا حويط، ذكي. ذكي، طب كويس عشان بس المعنى يتطبق. ذكي جدا. في ايه بقى؟ انه هو على فكره الشعب واثق جزء كبير جدا منه في المشير السيسي. لكن الرجاله اللي حواليه بقى هيشتغلوا بجد زيه؟ وهيبقوا قدوه كده ولا لا؟ هيختبروهم. يعني انا اتوقع ان القفزات اللي هو بيطلب بيها هتتاخر شويه عن كده. لغايه لما الناس تختبر ان اللي حوالين المشير السيسي فعلا عندهم نفس الحماس والرغبه دي هي، وبيفكروا صح. متهيألي وقتها الناس كلها هتحطير معاه، يعني هيحفظوا مش هيقفز بس هتحطير. بالظبط، لان هم هيصدقوا ان القدوه شغاله كويس. طيب دكتور مجاهد، رؤيتك العامه ايه للحوار ده، خاصه انه في اجزاء منها كتير يعني داخله في اختصاص حضرتك، وهي السياسه الخارجيه والاقليميه يعني الدور المصري بالظبط. هو الحديث بينقسم جزئين اساسيين، الجزء الاول اللي هو الاقتصادي والداخلي والملفات بتاعت القضايا، ودي حدد هو فيها
انه هيعمل في كل الملفات في نفس التوقيت من خلال استراتيجية المحاور المتوازية. يعني بيدل على انه مدرك تماما انه مفيش افضلية او اولوية لملف على الاخر، وانه لابد ان يتعرض للملفات كلها. بأكرر ما قاله الدكتور هاشم برضو انه واضح انه دارس الملفات جيدا، لانه بيتكلم على كل قضية بتفاصيلها يعني من التعليق العام بالنسبة لها كده. بيؤكد على عدد من العناصر انه لابد هيختصر الزمن، ان الدولة هتوفر بنية اساسية للمشروعات المطروحة بصورة سيادة على مستوى الداخل. دارس حتى القضايا مثل قضية التعليم، من الواضح انه كان بيركز على العناصر الاساسية فيها، وهما يعني انه استعان برأي خبراء متخصصين او قرأ الدراسات، لانه مصر مملوءة دراسات ومملوءة توصيات وحلول، فهو من الواضح انه قرأ ووصل لقناعات محددة بناء على هذه الدراسات. فيما يتعلق بالسياسة الخارجية بالتحديد، انا الملاحظة الاولى ونتحدث بعد ذلك في التفصيل تمام، انه كان حريص على عدم التصادم او اعطاء رسائل شديدة اللهجة في التعامل مع الاطراف، رغم محاولة المحاورين بيجره لهذا الامر. يعني لم ينجر لهذا الموضوع فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بقطر وغيرها والسودان، لكن وحماس، لكن كان حريص على أن يؤكد أنه هيعطي فرصة، وأنه بيعطي فرصة للتفاهم بديلا عن التصادم، وكل ده أشياء تبشر بالخير. يعني أنه هو راجل ليس منفعلا في أو يغلب عليه الانفعال في السياسة الخارجية، ولكن هو بيتفهم الأمور ويعطي للطرف راحة. عندما تحدث عن الموقف المنحاز لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع الإخوان، تجاهل الحديث على انحياز، وحاول أن يبرر طبقا لرؤيتهم أو أن يرى الموقف بالعيون الأوروبية والأمريكية وبقوانينهم بصورة أساسية. عندما تحدث عن حماس وصمت، يعني ما الذي يمكن أن يتم، لكن قال أنه على الشعب المصري انه لا يختزل القضية الفلسطينية في حماس، وكل دي مبادئ محترمة تدل على فهم رجل دولة واعي جدا، يعني يستلهم المصلحة المصرية بالدرجة الاساسية. جميل. ده باختصار شديد النظر العامة. دكتور عمرو، ايضا لك الفرصة انك انت تقول لي تعليقك العام الاول، ان في قضايا الحقيقة تفصيلية كثيرة جدا. نعم. الحقيقة برضو احنا بقول للسادة مشاهدين عشان يبقوا يعني شاهدين علينا من الاول، قد لا نستطيع ان نغطيها كاملة إذا شئنا مناقشتها بشكل جدي. تمام. فحنركز على بعض الأمور التفصيلية، لكن الانطباعك العام النهاردة على مقارنة ده بالحوار، بالجزء الأول من حوار امبارح. هو بالتأكيد امتداد لما ذكره بالأمس، حتى كان في بعض القضايا تعرض إليها مرة أخرى بشكل أو بآخر، لكن كان هنا الكلام فيما يتعلق بالسياسة الداخلية على أربع محاور أساسية. المحور الأول مسألة الأحزاب السياسية، وهو هيكون منضم الحزب ولا لأ، ده حسمها بشكل أو هيبقى رئيس حزب ولا لأ، ده حسمها بشكل مباشر. الأمر هل نتكلم في كل قضية ولا لا؟ عموما هنرجع لها طبعا. الأمر الثاني تطرق أيضا لمسألة الجيش في أكتر من زاوية، مسألة موقف الجيش من 3 يوليو وانه بين قوسين الذي تلقى الضربة هكذا ذكر بالنص، بمعنى انه تحمل المسؤولية وحده، اضافة للظهير الشعبي او مع الظهير الشعبي اللي كان موجود، موازنة الجيش والبرلمان، من اين سوف يختار مستشاريه، هل من الجيش ام من خارجه، دور الجيش في مسألة التنمية، وده يمكن ربما امتداد لما ذكره بالامس بانه سوف يلعب دور، مع تاكيده ده الكلام اللي قاله بالامس ان الجيش غير معني بالعمل السياسي على الاطلاق ولا يتدخل في العمليه السياسيه في العقود السابقه، وان كنت اختلف معاه في بعض الشيء في التفاصيل في هذا الامر وممكن نتكلم في هذا المساله. القضيه الثالثه مساله الاخوان التي رجع ليها في اكثر من امر. الامر الاول اكد على ما ذكره بالامس انه لا عوده. الأمر الثاني الحديث عن عندما سئل عن التنظيم الدولي فربطه بالإرهاب، وهذا أمر جديد، ربطه بالإرهاب. القضية الرابعة وهي الأوضاع الاجتماعية، وكان فيها متحدث عن ربما ما تحدث عن الصحة، لكن تحدث عن التعليم بشكل مباشر، تحدث عن المعاشات، تحدث عن الفئات بعض الفئات الاجتماعية
وبين قوسين كده انجاز التعبير الجهويه. اتكلم عن الصعايده، اتكلم عن المراه، اتكلم عن الاقباط، اتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصه. دي تقريبا الخمس محاور الاساسيه اللي كان فيها الحديث، واللي بالتاكيد في قضايا كتير ما لم يسال فيها، يعني لم يسال فيها القضايا الخاصه بمشاكل على سبيل المثال اللي تحدثنا فيها هنا، الامور الخاصه بالانتخابات، الامور الخاصه مثلا بقضايا زي قضايا المرور، قضايا الـ بعض الامور كده ما سئلش فيها، طبعا ما تحدث فيها، لكن صحيح. يبدو ان هو الرجل له ثاقب، وعيه ثاقب فيما يتعلق باجابته والارقام اللي بيملكها عن كثير من الامور والقضايا ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، وانه لديه حلول لها بالتاكيد. ممتاز. الدكتور عمرو يمكن في كلامه اصلا نقطه منهجيه مهمه لازم نلفت النظر اليها. احنا النهارده وامبارح شفنا المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، شفنا هو بيقول ايه، ويوم ان شاء الله الخميس هيبقى معانا المرشح الرئاسي استاذ حمدين صباحي في حوار ممتد. الحوارين هما المرشحان في موقع المسؤول وليس المتحدث، بمعنى ان اللي بيحدد الاسئله زملائنا، وبالتالي قد لا يكون من بين الاسئله ما هو موجود في البرنامج. سنحاسب وسنعرف كيف يفكر المرشحان عندما يخرج البرنامج المتكامل، انه قد نرى انه بعض القضايا اغفلت، يعني وانا حضراتكم بتكلموا في بعض الملاحظات امامي انه مثلا القطاع المصرفي والمالي كله لم يتم التطرق اليه، لانه لم يسال، وبالتالي لانه ده لم يسال، وبالتالي الامر ينعكس ايضا على الاستاذ حمدين صباحي. لن نقيم المرشح في ضوء حوار واحد، الحوار له احيانا ودائما منطقه انه قد تسال سؤال ويجيبك السائل بنقطه تستدعي سؤال اخر خارج الموضوع الاصلي، وبالتالي والوقت مش هيكفي، لكن اللي هيبقى قدامنا بين دفتي كتاب هو البرنامج. تمام. برنامج هذا المرشح وذلك المرشح، وهنبقى طبعا قدامنا الايام اللي فاضله في فتره الدعايه الانتخابيه عشان نناقش بشكل اكثر تفصيلا، ونبدا ساعتها نجاوب على سؤال. وعلى فكره يا استاذ ضياء برضه نقطه سريعه جدا جدا، هذا الحوار او هذا الجزء من الحوار يتسع عما ذكره بالامس في ان في توقيتات، ذكر بعض التوقيتات، ذكر 3 لـ4 شهور، ومره ذكر كلمه 6 أشهر، ومره ذكر كلمه عامين على موضوعات مختلفة بناء على أسئلة برضو الموجهة لي. يعني الأسئلة هي اللي استدعت الإجابة، طبيعة الحوار الصحفي والإعلامي هو ده بس هو بيعمل مقدمة، وكذلك أستاذ حمدين ما تحاسبهوش على حوار واحد، حاسبوه على برنامج. طب دكتور حمدي، يمكن الأرقام اللي ذكرها المشير السيسي وحطها في سياق هو سماه طول الوقت بيسميه إن إحنا دولة في حالة عوز، نعم، وشعب في حالة عوز، وكان بيقول وقطع، مش عايز اقول فقر، ويمكن العوز في اللغة اشد يعني قسوة من الفقر، لكن يبدو كلمة الفقر لها وقع شعبي يعني غير كريم في يعني، فهو اختار كلمة عوز لانها اكثر يعني. لكن في كل الاحوال من الزاوية الاقتصادية احنا هنا قصاد خريطة، وارجو من زملائنا في الكنترول رجعوها لنا مرة تانية. دي خريطة مصر كما يتصورها المشير عبد الفتاح السيسي، اتكلم على 33 محافظة، أيوة، 26 مدينة ومركز سياحي، 22 مدينة تعدينية، 8 مطارات جديدة. اللي احنا شايفينه في هذه الخريطة هو ليست خريطة مصر التي نعرفها، يعني في معيارين هنا أكبر، واحد انه مصر التي نعرفها خاصة على امتداد النيل، أكبر المحافظات كلها حدودها خاصة في منطقة الصعيد الشرقية والغربية لا تتجاوز مساحة محدودة جدا بعيدا عن النيل بضع كيلومترات، ولا يوجد امتدادات شاطئية زي ما احنا شايفين دلوقتي. الخريطة دي الجديدة خريطة مختلفة تماما، احنا شايفين فيها الاقصر يعني ساحل الاقصر الشاطئي، شايفين هنا ممتده لغايه الغردقه، معظم المحافظات متشاطئه تقريبا، والاقصر في مرسى علم، وسوهاج في راس غارب، وشايفين الامتداد الثاني ناحيه الوادي الجديد ايضا امتدادات اخرى. وهو اجاب عما سئل فيه، هل الامر ده تمويله هيجي منين؟
هتعمل فيه ايه، وهنرجع لموضوع التمويل. لكن دعني اسالك من زاويه الاداره. نعم. والاداره هنا بتحمل معنيين، معنى اداره الموارد عشان ده يحصل، والاداره المحليه. تمام. عندنا محافظات اضيف اليها، هو ما انتقصش منها، هو اضاف اليها. صحيح. على حساب محافظه البحر الاحمر بالتحديد والوادي الجديد، يعني دول محافظتين اللي تم الاقتطاع منهم، لكن المحافظات الاخرى هيبقى يبدو على ما يبدو في الخريطه تركيبها زي ما هو. ومرسى مطروح. تمام. ومرسى مطروح اللي انقسمت الى سيوه ومرسى مطروح. فمن حيث الاداره الاقتصاديه والاداره المحليه، نعم، هل حضرتك شايف هذا الكلام قابل للتنفيذ؟ هو طبعا يعني اولا بيعكس، هو جديد الاول؟ لا، هو طرحه طبعا العلامه العالمي الدكتور فاروق الباز، ده مشروعه الرئيسي. تمام. وبشر بيه كذا مره وشرحه كتير جدا، اعتمادا على مياه جوفيه في الصحراء الغربيه والشرقيه والمحاور العرضيه. تمام. يعني احنا دايما بنمشي على الدلتا موازين طولي مع نهر النيل، لا احنا عايزين بقى نعمل محاور عرضيه تاخد ظهير صحراوي وفي نفس الوقت يبقى عندها اطلاله على الشاطئ اللي هو البحر الاحمر في هذه الحاله. وبالتالي هنا هو بيعمل هذا التوسع، بيحقق هذه المزايا المتعلقه بالمحافظات الساحليه وفي نفس الوقت المحافظات الصحراويه، وبيعمل هنا ايضا ملائمه لتنويع الانشطه، لان احنا عارفين المناطق الصحراويه دايما بتبقى فيها صناعات. صناعات ممكن تبقى قائمة على الخامات والمحاجر والاسمنت والحاجات والحديد والكلام اللي موجود في هذه الأماكن، ومعظم يمكن المحافظات اللي بنسميها ساتلايت وفي صعيد يقول لك بن سويف الجديدة، المنيا الجديدة، مسواج، كله ده بيبقى معظم مصانع اسمنت، مصانع. صحيح. يعني تعتمد على الخامات اللي موجودة في المناطق. في نفس الوقت السكان ايضا بيتاهلوا وبيتوطنوا في القرب من الانشطه الاقتصاديه، والخدمات بتقوم ايضا مع هذه الكثافه السكانيه اللي بتبقى موجوده، وده بيعمل نوع من التوطين اللي هو ممكن يعمل استقرار سكاني ويمنع الهجره من الصعيد اللي كانت مستمره منذ فترات طويله بسبب الحرمان. وهو اتكلم على الصعيد واهتمامه برجال الصعيد وجدعنتهم وشهامتهم ونتعامل معهم في الجيش والكلام ده كله وقدرتهم على التحمل، ودي شيء طيب. وبيقول يعني مش معناه انه بيهمل الباقيين، لا، هو طبعا بيعطي لكل فئات الشعب نفس الاحترام ونفس التقدير، لكن هو طبعا في هذه الحاله حريص على ان يبقى في تنويع في الانشطه، لان المحافظات الساحليه الجانب الساحلي بقى اللي على البحر الاحمر في ملاحه بحريه، هتبقى في عبارات، في اصلاح سفن، في سياحه، في تجاره وطرق طبعا بتربط هذه الاماكن فبتعمل حركه نقل، وبالتالي كمان لما يبقى في مطارات ده بيعمل ربط مع العالم الخارجي، هيسهل حركه الاستثمارات ونقل المعدات الحاجات اللي هيجيبها المستثمرين الاجانب الى هذه الاماكن. وبالتالي المنظور هنا منظور استراتيجي، هو خد فكرته من فاروق الباز كعالم عالمي عالمي، ولكن في تصوره الاستراتيجي العسكري، لان هو رجل عسكري، وبالتالي ايمان المؤسسه العسكريه دائما بالتفكير الاستراتيجي بعيد المدى والاصرار على النجاح. وده كان واضح من طريقه حديثه وانفعاله بالاصرار على التنفيذ بالنسبه لهذه الاشياء، وان الشعب هو واثق من انه هيقف وراءه وهيسنده في هذه الاشياء. ده شيء طيب ان احنا نجد خريطه مصر تتغير بهذا الشكل، ويبقى في اضافه المحافظات، يبقى في مدن جديده موجوده. اللامركزيه هي بقى التي ستحل هذه المشكله من ناحيه الاداره. بمعنى ايه؟ الدستور عندي قال الاداره المحليه واللامركزيه في ماده كامله في هذا الموضوع. صحيح. وبالتالي لابد ان ترى ارض الواقع في التطبيق، ان احنا يبقى اعتمدنا على المحليات في اتخاذ قرارات وانفصالها عن المركزيه في العاصمه. وهو اتكلم على العاصمه ومشاكلها وقال مش هنقعد نعمل كباري فوق الكباري والكلام ده، لازم نعمل حل للعاصمه كمنظور جديد برضه في الخريطه الاقليميه. صحيح. التغيير اللي هيتم. تمام. ولذلك طبعا في هذه الحاله بنقول يبقى عندي تفويض للمحافظين والرؤساء المدن واحياء مالي واداري عشان يبقى عنده الامكانيات وعنده سلطه، ولكن عليه رقابه بقى، لان المحليات اشتهرت بالفساد، فلابد ان يتم محو هذه الصوره الذهنيه الراسخه في عقول المصريين والمستثمرين في التعامل مع المحليات.
لابد ان جاء المشير السيسي في برنامجه يقول لي كيف سيقضي على هذا الفساد عندما يكون هناك محليات كثيره في 33 محافظه مش في 27 مش في 27. ده سؤال هنبحث في البرنامج التفصيلي عن اجابات له. تمام. وانا عايز انتقل من الخريطه دي للدكتور هاشم. الخريطه دي يا دكتور بتعكس حالم بالمستقبل قد لا يحقق حلمه، بيحلم بتغيير في هيكل البلاد ما حصلش من ساعة يعني العصر الحديث لمصر، ولا بتعكس وانا بتكلم هنا على أدائه وكلامه، ولا بتعكس إمكانية حقيقية للتحقيق، وخاصة انه هو رابط كل ده كل ده طول الوقت بإحنا، طول الوقت بيتكلم على مصريين سيستدعوا، ولما جه بيتكلم حتى على المسؤولين بيقول انا عايز رجاله اسود عبقره، هذا ما تحتاجه مصر الان. الراجل ده بيحلم ولا في حاجات من اللي بيقولها بين فيها الخريطه والرجاله والاسود والعبقره واستجابه شعب في حاله نحن يعني نعلمها قد لا نكون نعيشها، ان احنا مش يعني مستورين زي ما بيقول، لكن في ناس ربنا يعني ما منش عليهم بهذا الستر. احنا اذا اي شخصيه الشعب ده يقدر هيتحرك بالطريقه دي؟ هو اي حاجه في الدنيا اختراع تصور نجاح بيبدا الاول باحلام اليقظه. بحلم نطلع القمر، بحلم ان اعمل طياره، وبعد كده الانسان اللي عنده عقل وعنده قدره على التفكير وعبقري وعنده جهد وتصميم على انه يفضل مستمر يعرف يخترع الطياره. الانسان اللي بيعيش في فانتازيا ان الارض تبقى خضراء ونمشي في الصحراء تخضر، ده نظام مخدرات. يعني ما فيش نظام عقل شرب قصده مش زراعه يعني. بالظبط. يعني واحد قاعد كده بياخد اي حاجه وعمال يحلم ان الارض بقت الصحراء بقت خضراء. لكن في علم، يعني هو الراجل بيتكلم على العلم، والدكتور فاروق بس شرح زي ما استاذ الدكتور حمدي ما اتكلم شرح كذا مره المياه الجوفيه وخلافه. فهنا احلام اليقظه مش بطاله ما دام بيعقبها تفكير علمي. هنا بقى الصعوبه في فهم الانسان المصري، هل الانسان المصري قادر على تحقيق هذا الحلم ولا لا؟ هنجد انه في المواقف اللي فيها علم الانثروبولوجي بيتكلم على المصريين نجد حاجه زي وقت العبور. الناس عارفين علم يعني التاريخ الاجتماعي، علم الانسان من اول ما بدا كده بالظبط، هو الانسان فلسفه اجتماع علم نفس. تمام. وطبعا بما فيها بقى الديانات وما شابه. لكن هنا بنجد انه في حرب اكتوبر، ما ده كان حلم واتحقق. القريب جدا بس عشان ما نبقاش كذا مثل، الثورات اللي قامت دي ما ده كان حلم، دي كانت خيال. بالظبط، مش حلم، خيال. ورغم كده الشعب ده هو بعلمه وبطريقه تفكيره وتصميمه قدر ينفذ. حرقت لي السؤال اللي جاي. بس هقول لك مقاطعك فيه. اوكي. الثقة بالشعب. ايوه. المفرطة. ايوه. المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لديه امرين يعني يشعر بيهم اي مشاهد له. الامر الاول ثقة في شعب. الامر الثاني ثقة في نفسه في قدرته على تحريك الشعب. ايوه. هل ده شعور حقيقي؟ انا شايفه حقيقي. يعني انا يعني اللي حسيته ده صحيح موجود فيه الاثنين. انت في كانت مسرحية الزعيم لعادل إمام. اللي هو بيتكلم فيها على إنه الزعيم منفصل عن الشعب خالص. لما شفنا في استدعاء لي إن الناس تنزل وتصوتوا ضد الإرهاب، هو جاله الحتة دي اتلمس والشعب اتلمس معاه. إن إحنا الزعيم مش منفصل. ده واحد بيتكلم مننا وعلينا و الحدوتة. أنا شايف إن هو لسه راكن عليها. لسه شايف إن الظهير الشعبي بتاعه متواصل معاه بنفس الطريقه، بحيث انه لما يستدعي هيعرف يكمل معاه المشوار، ما انفصلش عنه من ساعتها، وهو عنده العشم ده. ولان الشعب شايفه من ساعتها لغايه دلوقتي اللي بيقوله بيعمله، فبرضه الشعب متعشم فيه. يعني هي الحكايه عشم ده، لدرجه ان هو متعشم في الناس اللي بره الحدود المصريه اللي بيشتغلوا في الدول العربيه وخلافه، رغم ان هو كتير من الناس بتقال عليهم ان هم فيهم اخوان، ورغم كده حاسبهم في العدد بتاعه
ان هم هيسندوا البلد رغم ان هو سياسيا مختلف عنه. انا ما اعرفش اذا كان المشير عبد الفتاح السيسي في النقطه دي دكتور حمدي يعني ما اعرفش اذا كان عنده فكره عن بدايه التجربه الصينيه في عام 79 مع بعد رحيل مؤسس الصين ماو تسي تونغ وبدايه انفتاح الصين. الصين تجربتها اللي وصلت النهارده بدات باستدعاء ابنائها في الخارج اللي خرجوا رفضا للحكم الشيوعي في دول شرق وجنوب شرق اسيا. واول استثمارات تمت في الصين تمت من هؤلاء وكانوا مختلفين مع نظام الحكم. صحيح. فهل يا ترى هو بيفكر انا بقول ده عرضا لان دي تجربه هي الاولى اللي ابناء الخارج بداوا فيها تنميه كبيره في الداخل. صحيح. ربما هو بالفعل يعني بيفكر بانه يعني هناك امل كبير في انه المساله ليست مجرد تحويلات نقديه لانه فعلا حصل تحويلات كبيره بعد الثوره من المصريين اللي عاملين في الخارج. صحيح. وصلت في بعض الحالات ل 19 مليار دولار وبالتالي يعني الاكثر من ذلك ان يبقى عندنا استثمارات لمشروعات بهذه الاموال المصريه اللي موجوده في الخارج تاتي لعمل مشروعات واستثمارات حقيقيه داخل مصر. وفي هذه الحاله ممكن يبقى في اعاده توطين لكثير من الاموال اللي هي موجوده في البنوك الخارجيه في الدول العربيه انها تاتي لاستثمارات ومشروعات. وده عايز بقى ايه؟ انه يبقى في ثقه من هؤلاء الناس في امان وارباح وهدوء واستقرار داخل مصر. يطمئنهم على بالضبط يطمئنهم. فهو يعني التحدي الذي يواجهه كيف يحقق لهم هذه المعادله الصعبه. ان هو يعني يجيب امواله هنا وفي نفس الوقت يبقى امن من المخاطر ويبقى فيه فرص ارباح وفيه تشجيع من الحكومه او جهاز اداري للدوله وما فيش اي عداء للاستثمارات اللي جايه من الخارج او استثمارات مصريه الى اخره. وده مهم قوي علشان ان الناس دي تفهم كمان ان احنا عندنا في عهد جديد في دستور لا يوجد كلمه تأميم اطلاقا في هذا الدستور وانما هناك احكام قضائيه اذا ما كان هناك نزاعات مع الجهات الحكوميه فقط. ما عدا ذلك لا مصادره لا حجز تحفظي ولا اي شيء كله للقضاء. عظيم. احنا هنضطر نطلع فاصل هنرجع لزملائنا الاعزاء وبمهد للرجوع للدكتور مجاهد الزيات. المشير السيسي اذا قدر له ان ينتخب رئيسا اخذ موقف سبق لرئيس المخلوع اللي احنا فيه مخلوع ومعزول الرئيس الاسبق حسني مبارك اللي اتخذه في موضوع زياره اسرائيل. هو ذات الموقف ويبدو انه كتب على هذه الدوله العبريه الا يزورها احد بعد زياره الرئيس السادات الشهيره في 19 نوفمبر 1977 لانه هو بيربط زيارته لاسرائيل عندما نرى دوله فلسطينيه عاصمتها القدس. صحيح. وده سقف المطالب الفلسطينيه وده بالتالي هرجع لحضرتك في ده لانه من الواضح كده انه هناك بعض الامور في السياسه الخارجيه على الاقل في هذا الملف الشائك اللي هو كمان بعدها بيتكلم على انه مصر تلتزم بمواثيق المعاهدات الدوليه. هنخرج الى فاصل نرجع بعدها الى زملائنا الى الجانب اليسار مش اليسار الفكري اليسار الجغرافي نسمع منهم تعليقاتهم على بعض التفاصيل في الحوار الجزء الثاني من حوار المشير السيسي المرشح الرئاسي. ارجوكم تبقوا معنا. اهلا بحضراتكم مره اخرى. كنا قبل الفاصل بنتوجه للدكتور محمد مجاهد الزياد بسؤال حوالين موقف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من اسرائيل. وكمان هو تحدث ايضا عن العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه ونحن مش محتاجين نزيد ونضيف انه هذا الابن بالتبني لهذا الاب يعني الامريكي. اسرائيل هي الابن بالتبني وبالتالي الاثنين في سياق واحد. تمام. يعني كيف ترى موقف الدوله المصريه اذا راسها عبد الفتاح السيسي فيما هو قادم من اسابيع وسنوات في العلاقات المصريه الامريكيه والمصريه الاسرائيليه؟ هو فيما يتعلق بالعلاقات المصريه الامريكيه اعتقد انها هتكون مجال للتركيز والاهتمام
يعني بالدرجة الأولى موقف أمريكي نفسه من مصر ومن التغيير السياسي ومحاولة التدخل في الشؤون السياسية قائمة معتزل لا كانت قائمة كانت بالضبط عظيم. يعني على سبيل المثال وزير الدفاع الأمريكي أجرى خلال العام الماضي 32 اتصال تليفوني مع المشير السيسي، وفي كل هذه الأحاديث كانت فيها حديث في السياسة، يعني ليست حديثا عسكريا فقط. حتى الحديث الذي أجراه مع وزير الدفاع الجديد البيت الأبيض أو البنتاغون طلع تصريح قال أنه تحدث معه عن ضرورة تنفيذ خريطة الطريق. وزير دفاعنا الجديد وزير أول صدي الجديد صدي. يعني ده بيدي لك مؤشر أن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على أن تدخل الجيش المصري في السياسة. ده هي بقى اللي تجيب حكم العسكر بالضبط. يعني هي اللي بتعمل هذا الكلام، وفي الحاح على على المؤسسه العسكريه من وجهه النظر الامريكيه. ده النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه حتى وزير الدفاع الامريكي في حديثه وهو في شهر مايو الماضي بيقدم نفسه للكونجرس العباره ملفته للنظر: نحن نستثمر علاقتنا في المؤسسه العسكريه المصريه على مدى سنوات طويله لتحقيق اهداف سياسيه، وبالتالي انا اعتقد ان مصر ستكون مجالا للضغط الامريكي خلال العام القادم بصورة أساسية. هنتقل تفضل. إذا ما انتخب السيسي أو إذا انتخب حمدين، أيا كان من ينتخب، ستكون مصر مجالا للضغط الأمريكي. للضغط الأمريكي من أجل ماذا الضغط؟ من أجل تغيير التوجه المصري أو ممارسة الضغوط عليها. التوجه الإقليمي ولا الدولي؟ ده إقليمي ودولي. ولذلك أعتقد أن المشير السيسي انتبه لذلك جيدا. يعني في ردودي على وزير الخارجية الدفاع الأمريكي كان واضحا وقاطعا: أنا وزير الدفاع. يعني المصادر الأمريكية تحدثت عن ذلك، وبالتالي هو حريص على ألا يقحم الجيش في السياسة. هو قال ده في جزء من بالضبط. النقطة الثانية أنه يبدو أمام البعض أن هناك تغييرا في الموقف الأمريكي من المساعدات العسكرية في الفترة الأخيرة بالموافقة على تسليم الأباتشي. أنا في اعتقادي أنه لم يحدث تغيير فيما يتعلق بالمساعدة، لأنه هناك قطع غيار لم تصل، هناك طائرات لم تسلم. لكن لماذا الأباتشي؟ لأن الأباتشي هو المخصص لنقطتين سببين. السبب الأول لمواجهة الإرهاب في سيناء، وده استراتيجية أمريكية أصلية، لأنه أهم هدف استراتيجي لأمريكا في المنطقة ضمان أمن وتفوق إسرائيل. ولذلك أكدت السياسة الدفاعية الأمريكية بتقول أن علاقاتها الإقليمية سواء مع مصر أو دول الخليج هي لخدمة الأمن الإسرائيلي، فجاءت على كده. النقطة الثانية، في إلحاح أمريكا على المؤسسة العسكرية من سنوات طويلة، وقف للمؤسسة ضده بتطوير الجيش المصري ليصبح في مجالات مكافحة الإرهاب والقرصنة وقوات حفظ السلام ويضغط عدده. وكانت الإدارة منتبهة، وانتبه الفريق السيسي في رئاسته عندما كان وزير الدفاع لمثل هذه الأمور. إذن الترابط ما بين الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية قائم، سيضغط على المشير السيسي، واعتقد ان حديثه لا ناخذ من احد ولا نستشير احد ولا نستاذن احد، هذه رسائل موجهه الى هذا الطرف. اما حديثه عن احترام المعاهدات فده امر طبيعي يتفق مع طبيعه الدوله المحترمه والعلاقات الدوليه ومستقره من عرف هذا المجال. لكن يبدو ان العلاقه المصريه مع اسرائيل محكومه باطار، انه لا يحدث تقدم في هذه العلاقه الا اذا حدث تقدم في الصراع العربي الاسرائيلي، وده لأنه بيبقي على الدور المصري المركزي والمحوري في حل القضية الفلسطينية. ولعل حديثه عندما وجه السؤال للمصريين وقال وكان واضحا فيه، يعني بيرجو ألا ينسحب الموقف من حماس على ما استقر في الوجدان المصري من القضية الفلسطينية، يتفق مع هذا ويخلينا نخلص في النهاية إلى أنه إذا نجح المشير السيسي في الانتخابات وأصبح رئيس الجمهورية لن نشهد تغييرا فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل، فيما يتعلق بتبادل الزيارات بهذا الشكل، لن نشهد رضوخا للضغط الأمريكي، لأنه يدرك جيدا أن 30 يونيو كانت شرطا أساسيا فيها أو من ضمن القضايا التي طرحت فيها بعمق هي الاستقلال الوطني ورفض الخضوع لأي ابتزاز. أعتقد ده سيكون واضح. وزيارته لموسكو التي لم يتحدث عنها بالتفصيل والحديث عن صفقات السلاح التي لم يتحدث عنها بالتفصيل، لو رأيت التصريحات الأمريكية كبار المسؤولين خلال الشهر الأخير كلها منزعجة جدا وتسعى لاستيعاب الحركة المصرية حتى لا يحدث اندفاع في علاقات أخرى. لكن أنا أعتقد أن الرئيس إذا نجح الرئيس المشير السيسي في تولى منصب الرئاسة سوف يحرص على توفير الاختيارات والبدائل أمامه، ليست عسكرية فقط ولكن سياسية. عظيم. دكتور عمرو، هرجع للسياسه الداخليه تاني.
مره ثانيه. لما سئل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حوالين مين اللي هيشتغلوا معاه؟ عسكريين ولا مدنيين؟ كان واضح اجابته وقال انا ببحث في الاطار المدني عن الكفاءات القادره. ولما سئل عن المحافظين في شقين، السؤال كان السؤال الاول هل هيكون فيه عسكريين؟ كان موقفه واضح، قال في المحافظات الحدوديه نعم، ودافع عن ده وذكر منطق نوافق او نتفق او نختلف معه لكن ذكره. الامر الثاني لما تحدث احد زملائنا عن الانتخاب المحافظين قال ده موضوع مبكر. الدستور في الماده 179 بيقول ينظم القانون شروط وطريقه تعيين او انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الاداريه المحليه الاخرى ويحدد خصائصهم، وبالتالي الدستور فتح الباب. انت رؤيتك كخبير في النظم السياسيه، اولا الطاقم اللي هو بيقول انا ابتديت من شهر ادور عليه، كلامه كان واضح ان هو يتوقع نجاحه في الانتخابات وبالتالي بيشكل الان طاقمه الرئاسي وانه بيبحث في الاطار المدني. ثلاثة ان هو مش مع كمان انتخاب المحافظين في وقت لاحق. لا هو طبعا كان مسألة العلاقات المدنية العسكرية او دور الجيش في الحياة المدنية دي طبعا اتكلم فيها امبارح واتكلم فيها النهاردة، استبعد ان يكون في يعني حاجة مباشرة. يعني المباشر ان هو يختار طاقم او يختار مستشارين له من المؤسسة العسكرية او ليهم انتماء عسكري او من خلفية عسكرية، لكن مع التحفظ ان مسألة الحدود ودي على فكرة مستقرة من ايام جمال عبد الناصر، مستقرة من ايام السادات، مستقرة من ايام مرسي، مستقرة من ايام مبارك. فدي يعني مع اختلاف النظم من هذا وذاك وتلك وهذا كان فيها نوع من الثبات، واعتقد فيها نوع من التفاهم لدى الجميع. لكن لما امبارح في مساله لما جه يتكلم على التداخل وقال ما فيش تداخل خالص، ده في نوع برضو من الـ يعني الـ الغرابه بعض الشيء، لان شئنا ام ابينا المؤسسه العسكريه حاضره في المشهد تختلف دورها بين يفتر ويزيد من فترة الأخرى، لكنه كان موجود من 52 حتى الآن، موجود داعمة للرئيس، موجودة بعض الأحيان كانت شريكة في الخلافات اللي كانت موجودة ما بين الرئيس وخصومه، موجودة لما شفناها لما نزلت الشارع في تمرد الأمن المركزي، موجودة في مسألة التنمية هنبعد ليه، موجودة في مسألة التنمية، موجودة في 25 يناير، موجودة في 30 يونيو. فيعني هي موجودة، فيعني مع اختلافنا معاه هي موجود، لكن يمكن هو قصده على ربما يكون قصده على التدخل المباشر، مساله المباشره في انه يكون في حاكم عسكري وان يكون في مش عارف على غرار ما كان يحدث في افريقيا في الستينات. هذا الامر طبعا مش موجود. الـ لما جه يتكلم على، وهنا اعتقد انه خرج من السؤال شويه، يعني خرج ما رضيش يتبحر او يغوص في الاجابه شويه وانسحب منها بشكل كده دبلوماسي. مساله موازنه الجيش، وهنا لما اتكلم على البرلمان رفض ان هو يخوض في مساله ان في خلاف، هل في رقابه على المؤسسه العسكريه ولا لا، هل في دوله داخل دوله ولا لا، الكلام اللي بيثار من هنا وهناك. لا هو بالكلام حتى الاستاذ ابراهيم لما جه يتكلم معاه الاستاذ ابراهيم عيسى ان في لجان، على الاقل في لجان، والدستور على فكره الدستور حاسم فيه اعطى لهذا المساله بالظبط. حاسم وانا هقرا بس عشان برضه احنا هدف بالظبط الماده 203 اي اللي هي عنوانها مجلس الدفاع الوطني. بتقول ينشا مجلس الدفاع الوطني برئاسه رئيس الجمهوريه وعضوية رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب عد المدنيين معايا ووزراء الدفاع، مجلس الدفاع الوطني رئيس الجمهورية أيوة. رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب، وزراء الدفاع، الخارجية، المالية، الداخلية، رئيس المخابرات العامة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قادة القوات البحرية الجوية الدفاع الجوي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر في
في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، والأهم بقى أيوة، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في المشروعات، رأيه أسف. الفقرة اللي بعدها تتكلم على إضافات، وعند مناقشة الموازنة يضم رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة ورئيسة لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ورئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معلن. وبالتالي في إطار دستوري بينظم الرقابة موضوع الموازنة، إطار موازنة رقم واحد يعني غير علنية، بتناقش بشكل مؤسسات الدولة بتناقشها سواء مجلس الدفاع الوطني أو مجلس النواب أو بالمشاركة بالفعل مع رؤساء اللجان المعنية في مجلس النواب البرلمان في مجلس النواب. طب السؤال عشان قبل ما انتقل لزملائنا الآخرين، حديثه عن ان هو بدأ من شهر بيجهز طاقم وان هو بيبحث في الإطار المدني، الإطار المدني ده يطمئنك على انه بالفعل إطار مدني، انه مش هيبقى فيه تخوفات زي اللي بتكلم على عسكرة. بالتأكيد هو قصر المسألة على محافظات الحدود، يعني هو قفلها على المحافظات الحدودية، فمن خلال قفلها على المحافظات الحدودية هو بيتكلم هنا على الإطار المدني فقط، لأن هو متخوف، يعني عنده نوع من التخوف المسبق من اتهام الآخر، وده حقيقي على فكرة. الآخر دايما يتهم أيا يكن هذا الآخر، سواء كان بحسن نية أو بسوء نية، من العسكرة على اعتبار الرجل من خلفية عسكرية، والأول مرة أن يكون فيه مع بعد انتخابات حرة نزيهة شفافة فيها متنافسين ان يكون في وزير الدفاع لسه خارج امبارح يترشح النهاردة. فهنا كان حريص قوي قوي وعنده حساسية من هذه المسألة وعنده يعني رغبة في ان يقطعها بشكل مباشر ويحسب. دكتور حمدي، نرجع الاقتصاد بقى تاني وندخل بقى في تفاصيل اكثر يعني تعقيدا ربما، بس تهم السادة المشاهدين والناخبين قبل ما يكونوا مشاهدين يعني. دلوقتي مشير السيسي استعرض الارقام الصعبه اللي احنا يعني بتشكل حالتنا في الاخر، ثم بدا يتحدث عن امور عاجله وامور هتاخد سنتين. يعني هو الحد اللي قاله قال انه الناس هتشعر بالتغير بعد سنتين او في خلال سنتين، لكن قال انه هناك امور تتعلق بشكل مباشر بقى بدعم من الدولة وتدخل منها لصالح المعوزين بلغة أو الفقراء بلغتنا، تمام، بما فيها حديث عن استيراد لحوم، حديث عن فتح أسواق وتوفير أسواق للخضروات والفاكهة وتوفير أدوات طرق نقل ليها وتوزيع سيارات. ويمكن من المرات أنا يعني كلنا بنتابع خطابات المرشحين المحتملين للرئاسه، هم قايلين طبعا وتستمعنا وخطابات الرؤساء في جمل ما كانتش بتتقال على لسان الرؤساء النهارده، منها جمله الناس عايزه تاكل عيش، دي جمله مش من جمل الرؤساء ولا المحتملين للرئاسه. لكن المشهد ده كله بقى التخوف اللي ابدته حتى شويه زميلتنا لميس الحديدي، دور الدوله، احنا دلوقتي المشهد في الشهور القادمة من الواضح تماما انه في ذهن المشير السيسي ان الدولة ستؤدي دورا في المجال الاقتصادي وبشكل قد يكون مباشرا. صحيح. هل ده يخيف؟ اولا ممكن في ظل موارد الدولة، وحدد موارد وحنرجع لها بعد شوية، هل ممكن؟ اتنين، هل ده ونميس عبرت عن ده شوية اكتر من مرة هيخوف القطاع الخاص؟ شوف حضرتك، هو طبعا يعني عشان حلول قصيرة الأجل يشعر بها المواطن لابد انها تبقى سريعة، يعني مش هيستنى ما يعمل تعديلات للقوانين زي ما قال يعمل تعديلات لقوانين السوق وحماية المستهلك والمنافسة والحاجات دي ممكن تاخد وقت، انما هو هيعالج المسألة بطريقة العرض والطلب، يعني هو هيزود العرض ويلغي هامش الربح بالنسبه للجمله وللوساطه، ودي بتخفض في السعر، حتى قال ان يمكن السعر بتاع السلعه في السوق
بيظلم الفلاح لانه الفلاح ما ياخدش ربع المبلغ اللي هو بيدفعه المستهلك في الثمن في السوق في هذه الحاله، يعني معنى ذلك الثلاث ارباع رايحين للوسطاء دول. وطبعا لو هو فعلا بهذا التفكير يستطيع ان هو يعمل توازن، بس هي عايزه برضو التركيز في الاحياء الشعبيه. طب قبل ما حضرتك اثرت نقطه حيويه فيها فارق بسيط ممكن ما يلمسوش ناس كتير. حضرتك دلوقتي بتتكلم على آلية، هو قال انا بخلق آلية موازية، تمام. اللي حضرتك بتقوله تترجمته بلغة اهل الاقتصاد، يا جماعة السوق عرض وطلب، فانا هتدخل كدولة لزيادة العرض، تمام، وبالتالي الطلب وبالسعر هيقل والعرض بسعر هيجبر على المنافسة، تمام. مش ده بالظبط، ان البعض قد يعتقد ان ده هو المشهد الناصري. المشهد الناصري ما كانش آلية عرض وطلب، كانت آلية احتكار الدولة للسلع الغذائية. هي اللي بتستورد فراخ الجمعية، هي اللي بتستورد السمك، هي اللي بتجيب اللحمة الصومالي، هي هل ده حقيقي؟ هو ده حضرتك يعني الفرق ده واضح يعني هو هنا الفلسفة الاقتصادية اختلفت تماما. أرجوك فوضح لي بالضبط. يعني الفلسفة الاقتصادية في ظل الاشتراكية زي ما سيادتك قلت احتكار دولة، يعني الدولة بتنتج بتصدر بتستورد بتحدد اسعار تشغل عماله تحدد صادرات تحدد واردات، كل شيء بتلغي العرض والطلب. وبالتالي كانت الاسعار بتبقى جبريه، الاسعار اللي هي حتى كان اسمها تسعيره جبريه، تسعيره جبريه، وكانت بتخلق السوق السوق السوداء. واحنا عشنا هذه الفتره وعانينا شديدا من هذه المسائل، كانت السلع بتختفي وتتباع في الخفاء اللي يدفع سعر اعلى، صحيح. وبالتالي يعني عشان تقضي على هذا السوق الاسود وعلى الممارسات انك انت تعالج باليات مع بعضها تتفق مع تغير النظام الاقتصادي اللي ما عادش اقتصاد مركزي مخطط اوامر، وانما ممكن يبقى اقتصاد تاشيري. ان انا بدي حوافز بدي مؤشرات كدوله كدوله، نعم. وبالتالي هنا ما بلجأش للتسعيره الجبريه الا في الحدود الضيقه زي مثلا الخبز الادويه، ما فيش تسعيره جبريه. السؤال المزدوج في ده عنده موارد لده، هو قال 1000 عربيه يعني حمل حسبه، ايوه. الدوله في التدخل في السوق وفي آليه السوق مش في التحكم فيه بالظبط، هل في موارد عنده؟ هو دايما كان دايما الاستاذ لميس تقول له من اين تمام هنجيب منين، يعني هنجيب منين؟ ما هو فعلا الموارد هنا يعني معروف. هو ذكر ثلاث موارد، هو ذكر ثلاث اشياء، لكن بالظبط على الاقل في المدى القصير ده، المدى القصير لابد هيبقى الاعتماد على الخزانه العامه، لا شك في ذلك، ان انا هجيب لحوم من دول رخيصه وابيعها ب 40 جنيه وهخلي الناس تعرضها في سيارات او مجمعات او الكلام ده كله، يبقى معنى ذلك انه عايز موارد عشان نستورد هذه اللحوم بالعمله الاجنبيه. هيئه السلع التموينيه لازم تاخد من البنك المركزي فلوس بالعمله عشان تدفع من اي من موازنه الدوله. لو في ايضا سلع من هذه السلع اسعارها العالميه زادت مثلا لو انها مستورده مش محليه، يبقى لازم الدعم هيزيد في الموازنه برضه عشان اوصلها للمستهلك بسعر منخفض. واخد بال حضرتك؟ يبقى هنا اللي بيشيل العبء مين؟ الخزانه العامه في هذه الحاله. لو استطاع ان يوفر موارد في الموازنه العامه للدوله من الضرائب التصاعديه مثلا، من الصناديق الخاصه مثلا بعد ما يزود النسبه اللي بتتاخد منها حاليا في 25% بتتاخد من رصيد في البنك المركزي، لو استطاع ان هو يوجد اليات جديده من زي معالجه المتاخرات الضريبيه زي التصالح الحاجات دي كلها، ممكن تجيب موارد يتم توجيهها لو في اطار اعاده هيكله الموازنه. لان هنا مش هقدر اقول للقطاع الخاص خليك وطني خليك جدع خليك شايف، لا هيقول لك انا هاخد ايه، القطاع الخاص عايز مصلحته، عايز في ظل مصلحته. ده يعني الجزء الاخير في سؤال حضرتك امروح للدكتور هاشم، التدخل في السوق، تمام. الساده المشاهدين ببساطه هو هيعرض حاجات اكتر، هيبقى حضرتك عندك لحمه ب 80 جنيه ولحمه ثانيه ب 40 جنيه، ده هيبقى له جمهور اوسع. هل ده طريقة التدخل في العرض؟ وهيبقى فيه خضار الكيلو بخمسة جنيه ونفس الخضار الكيلو بعشرة جنيه، هل الطريقة دي التدخل في العرض هتؤدي بالفعل الى انه القطاع الخاص يبدأ في انه يستجيب لآلية السوق، ما يقولش يخسر لكن على الاقل هيضطر لتخفيض هامش ربح؟ بالضبط، هو قال كده،
وهل كمان من ضامن يا دكتور معلش يا استاذ، هل من ضامن ما يحصلش نوع من الفساد ان التاجر يشتري هذا ويبيعه بالسعر ده؟ ممكن ممكن. هو طبعا المساله هنا الدوله بقى لازم لها، هو قال انا هتدخل هيدخل في ضوابط، عندي قوانين وعندي رقابه طبعا، ده شيء طبيعي ودي مساله مش هتفوت عليه في هذا الموضوع. لكن في كل الحالات انك انت بتعمل توازن في السوق، تمام. التوازن هنا لما القطاع الخاص اللي هو ابو 80 يلاقي المبيعات بتاعته قلت والارباح بتاعته تناقصت، هيضطر هو كمان يخفض، يمكن بدل ما يبيع ب 80 يبيع ب 50 ولا 60 اعلى برضه من التاني. وفي عندنا فئات اجتماعيه يهمها تدفع على اساس، واحنا شفنا يمكن فتره في الثمانينات كان عندنا منافس لحوم بتاع شخصيات معروفه في ايام توظيف الاموال، وكانت الناس بتروح تجيب اللحمه ب 50 و 60 وكان ساعتها في المجمعات بتاع كانت ب 20 جنيه والكلام ده. لكن النهارده انت عندك ناس عندها قوه شرائيه، فاللي عايز حاجه يعني فاخره ومتميزه هيروح يخفف العبء بقى على السلع المخصصه للفقراء او لمحدودي الدخل اللي هم موجودين في الاحياء الشعبيه اللي فيها كثافه سكانيه، وبالتالي اللي هو بيكسب مثلا 100% يقول لك طب ما انا اخد 50% اخد 60% واقنع بتخفيض الربح بتاعي واستمر، لانه بيبقى في عندنا استراتيجيات حتى بالنسبه لو كان عندي احتكار قله ان هو يقول لك انا عايز ايرادات ومبيعات في المدى الطويل ومش بس ارباح في المدى القصير وانتهي واقفل. الاستراتيجيات هنا اللي يبنوا عليها نظريه المباريات ما بين حتى مجموعه لها سيطره، انه عايزين ينافسوا بعض حتى وهم محتكرين قله علشان يبقى مستمرين مع بعض ومحدش يقفل. عظيم. طيب دكتور هاشم، انا الحقيقه لفت نظري ولفت نظرنا كلنا امبارح الجزء الاول من الحوار المشير عبد الفتاح السيسي تحدث عن المراه المصريه، و انا عشان بس يبقى التحديد واضح اللي اتذكره اليوم انه تحدث عنها دون ان يسال عنها، صحيح، في حين سئل عن الاخوه الاقباط وتحدث ايضا عن الصعايده دون ان يسال عنها. حديثه عن المراه المصريه واضح انه في شيء ربما كان زملائي يعني كان ممكن يسالوه، لانه في لحظه حديثه عن المراه المصريه كان خليط ما بين شجن، يعني فجأة بجد حالة كده من ال معرفش مش عارف اسميها، حضرتك توصفها أكتر مني، وبعدين حالة تانية معاكسة، حالة من شبه الحزن ثم حالة من الابتهاج. ده يعكس إيه في الشخصية؟ وهل ده مناورة انتخابية؟ لأن البعض يرى، البعض طبعًا منتقدي المشير السيسي كثيرون ومن حقهم، إنه لا والله هذا المرشح يريد أن يلعب على مشاعر المرأة المصرية اللي هي وقفت في 30/6 وفي 3/7 معاه، والانتقال من حالة الشجن اللي انا لاحظتها في عيونه بينزل عينيه بتاعه وفجأة يبتهج، ده في رأيك يعكس ايه؟ في علاقته مع المرأة في التعبير عنها انا شايفه عامل زي اللي بيكلم واحد بيكلم امه وبالتالي بيحمل لها هذا الشجن والاحترام. وبعد كده لما اتكلم على ان بنات مصر بناتي اتكلم ببهجة ابو البنات، والبنات في العيلة بتاعته هم بناته، فدي ليها فرحة يعني قصة تانية. وانا شايف ان ستات كتيرة جدا بتصدقه لانه هو بيوصل ده، يعني عارف القلب الام يقولك ما بيكذبش ما يتخلعش، ما فيش ست في مصر تكلمها بصدق وحنان وتكذبك، هتعرف توصل لك على طول وتعرف تحس وتعرف كنت انت بتلف وتدور عليها ولا لا. مناش متهالي انها مناوره انتخابيه، وان كان من حقه يستعملها، يعني انا مش شايف انها عيب ان يصل الى هذه المجموعه وبكل صدق بالطريقه دي، خصوصا ان انت لما تشوف كل الحديث بتاعه من ضمن الكلام ده من التالي يقول لك ايه، هو رجل دوله. يعني ايه رجل دوله؟ يعني مفاوض عنده قدرة على التعامل مع الأزمات. وفي الحقيقة ده بيبان من كذا حاجة. أول حاجة من الردود الدبلوماسية. وأيام ما كان سيادة السفير الله يرحمه تحسين بشير بيعلمنا، كنا في نيويورك طبعا وكنا بنتعلم تحت إيده حوالي 3 سنين إزاي علم التفاوض وإزاي الواحد يرد رد دبلوماسي، وهو عمل كده. كان بياخد السؤال ويعيده ويزود ويجيبه، وفي الآخر ما ياخدش ولا معلومة. هو ده الرد الدبلوماسي صحيح. ف
عملها مرتين. فده بيبين لك انه ما بيغضبش، ما بيتهربش بطريقه ساذجه، لكن بيناور وبيناور بطريقه لطيفه، يعني ما فيش فيها احراج. ولما يلاقي ان في اصرار، دي في السياسه عيب ولا ميزه في رجل السياسه؟ رجل الدوله كده ميزه. لازم يقول اللي هو عايزه، ودي رجل دوله اللي هو عايزه، مش اللي هو عايزه ما يستدرجش. هو عايزه لا يستدرج، لا يستدرج. وحتى لما جم زي ما حضرتك بتقول كده بيسخنوه، ما بيسخنش، ما تفعلش. لا ده راجل عارف هو الحدود بتاعته شكلها ايه وعارف ايه. حتى ده لما برضه اتكلم فيه على ميزانيه الجيش اتكلم بهدوء، ما انفعلش وانتوا مالكوا، لا بالعكس دخل على طول في حته مهمه جدا، هو ان الجيش مؤسسه محترمه، وان هي فيها دايما ثقه ما بين البلد وبين الجيش، وبالتالي ما فيش اي داعي ان احنا نتكلم على ده بطريقه مش كويسه، ولكنها بعد كده موجوده في البرلمان ومتاحه. تاني حاجه انه هو دلوقتي مش وزير الدفاع، صحيح، عشان ايه يتكلم ويقول الكلام على ميزانيه الجيش؟ هو مش او على على صفقات السلاح. يعني هو دلوقتي مش الوزير. خلصنا. يعني ما ينفعش السؤال ده يتسال له، لان هو لا هو وزير الدفاع ولا هو رئيس الجمهوريه، تمام. فهو سؤال ما ينفعش حتى هو يجاوب عليه، وبالتالي هو استعمل الحته دي. هي اتكلم في حته عجبتني جدا، انا شفتها ايام ما كنت صغير، جات لي فرصه ان انا اكون في مزرعه عنب وتباع في اسواق رود الفرج، من المنبع الى المصب بالظبط. كان كيلو العنب بيباع في القفص بكام تتصور؟ كان ب2 مليم في المزرعه. في المزرعه كان بيباع في سوق القاهره بكام؟ 17 قرش. يا جماعه القرش، معلش عشان بس ما يعرفوش يعني نص المشاهدين ما يعرفوش الاوقات اللي بتتكلم فيها. ما بعرفش عارفين المليم. القرش، القرش ده الجنيه 100 قرش. ايوه. والقرش 10 مليم. ايوه. فدكتور هاشم، لا مش حابب، مش حابب نتكلم على وفي 5 مليم، 2 مليم يعني خمس القرش. ايوه بقت 17 قرش في القاهره، قرش رود الفرج. معلش احنا اسفين بنتكلم يعني اصول حجريه عشان سامحونا دي الترجمه اللي تحت. يا ريت اخوانا في الكنترول يحطوا صور للمليم والقرش. فهو يعني برضو دي احساس جميل جدا انك تحس ان حد لامس المشاعر بتاعت ده، وده برضو رجل دوله اللي هو بيحس بيه الناس وعارف الارقام بتاعتها، يعني عارف الدنيا ماشيه ازاي. بتكلم عن ربع يعني. فانا مبسوط من ان هو بيعرف يوصل لك كده، مش بيوصل بس للام، ممكن بيوصل للفلاحه بسهوله. عظيم. دكتور مجاهد، السؤال اللي جاي غريب لانه اللي اتقال غريب. احنا شفنا المرشح الرئاسي فتحي السيسي بيشكر السعوديه والامارات بالاسم، ويعني يتوجه بخطاب شبه شاكر للكويت، واحنا كنا في حلقه امبارح البعض بيتكلم وكتير من الناس بيتكلموا على، وهو قال مشابهه بين عبد الناصر وعبد الفتاح السيسي، وكانت العلاقات التاريخيه بين عبد الناصر والسعوديه ليست هذه ابدا. صحيح. يجوز مع الامارات كانت مختلفه، يعني هو الامارات نشات كدوله بعد رحيل عبد الناصر، احداث 60 61، ومع الكويت كانت جيده لكن ما كانتش مع السعوديه. سؤالي في صوره برضو قد يحتمل رايي ليا، انه في فتره عبد الناصر كان هناك حلف اقليمي شرطه دولي بيتشكل حوالين مصر، هنا مصر اللي بقت عدم انحياز، حياد ايجابي، تقود كتله دوليه تحت مسمى كبير اسمه الاشتراكيه والعدم الانحياز والحياد الايجابي، وبالتالي كان معيار التقسيم ساعتها انت الناحيادي ولا الناحيادي. هل الحديث النهارده بعد الموقف السعودي الرئيسي اللي كان يوم 28 يونيو يوم الجمعه قبل 30 يونيو اللي عمله وزير الخارجيه السعودي في فرنسا وفي المانيا، غير الموقف وبيان الملك عبد الله في هذا اليوم بيعكس شيء جديد في المنطقه، تحالف جديد يضم الدوله المركزيه في المنطقه التي لا شك في مركزيتها مصر، والدول التي تتحكم في المورد الرئيسي للطاقه، واهمها طبعا السعوديه والامارات والكويت ودول اخرى. هل الحلف ده، لانه احنا شايفين كلام واضح مفيش فيه لف ولا دوران،
وهنسال نفسنا سؤال تاني، الدول دي كلها علاقتها قويه بالولايات المتحده الامريكيه، وهذا الحلف ليس بالضروره على مقاس المصالح الامريكيه. اللي احنا شايفينه ده مغامره ولا تشكل جديد للشرق الاوسط؟ وقبل ما ادخل في دي هجاوب على نقطه قد يبدو ان انا ما وضحتهاش كما ينبغي، لما قلت انه ايا كان الرئيس الذي سينجح خلال العام القادم هيتعرض مصر لضغط، اقصد لضغط امريكي بالتحديد لمحاوله اعاده العلاقات المصريه الى ما كانت عليه قبل 30 يونيو، لانه حدث نوع من التفاوت في هذه العلاقه، وحدث الراي العام بيضغط للاستقلال الوطني وعدم الخضوع، فما اقصده هو الضغط ده. اما فيما يتعلق ب، لا اعتقد انه المشير السيسي هيلبس جلباب عبد الناصر كاملا، لكن هو ربما رأى في عبد الناصر رئيس أعطى حلما للشعب وأراد تحقيقه، لكن لا يدخل في التفاصيل لأن الأمور تغيرت والزمن تغير. بس المشترك مكانة مصر في الإقليم. بالضبط، المشترك مركزية ومكانة مصر ودور مصر الرائد، وأن مصر دولة دور أساسا، ويعني ولن تكون إلا بدورها الخارجي. لكن فيما يتعلق بالسعودية أنا أعتقد أن هناك حالة تشكل تحدث لتحالف جديد تستعيد به مصر، يعني وانا لا ازايد عليك عندما اقول ان احنا مدركين ان في اربعه قوى اقليميه تلعب في المنطقه، هي اسرائيل وايران وتركيا ومصر، عندما كان لها ظهير عربي قوي وعندما كانت ولم تترك الساحه لدورها في السنوات الماضيه. تشكل هذا التحالف المصري الخليجي خلال هذه الفتره يعيد الدور المصري، لان دول الخليج تحتاج الى مصر ومصر تحتاج الى دور دول الخليج. هل ده يعتبر مؤامرة لأن هذا التحالف مرتبط بالسعودية؟ هأركز على نقطة صغيرة، زيارة أوباما الأخيرة وهي زيارة تانية للسعودية في ولايته فشلت في إقناع السعودية بالتوافق مع المصالح الأمريكية فيما يتعلق بالملف المصري. يعني هو أراد أن يذهب إلى السعودية للضغط على تصالح بين استياء كان قد بدأ بين السعودية وقطر، فسارعت السعودية قبل الزيارة بيوم واحد وأعلنت قطع العلاقات مع قطر، لانه هذا الامر مقفول وجزء من قطع العلاقات مرتبط بمصر. المرافقين لاوباما رجعوا قالوا نحاول التاثير على الموقف السعودي من مصر وفشل، بل ان السعوديه ضغطت لتغيير الموقف الامريكي لصالح مصر. التمويل الخليجي الذي لم يعلن لصفقات سلاح مع روسيا توضح بوضوح ان السعوديه لم تعد تخضع للضغط الامريكي بصوره كبيره. ويخدم هذا الموقف ايه؟ ان الولايات المتحده الامريكيه بتنقل اهتمامها الى اسيا في هذا الوقت، وبدات تتحدث عن ضغوط، والسعوديه منتبهه لذلك واصبحت تبحث عن خيارات بديله، وتدرك ان الخطر على السعوديه من امريكا. ولو تحدثت مع مسؤولين في الخليج يتحدثون عن انه لا امانه في التعامل مع الولايات المتحده الامريكيه. اذا الفرصه سانحه لإقامة تحالف خليجي لاستعادة مصر دور إقليمي مسنود من دول الخليج، وربما يكون فيها توسيعة للتحالف تنضم إليه الأردن في مرة، وهم أربع دول خليجية بالتحديد المرتبطة بمصر لما نضيف لها البحرين فيصبح تحالف 4+2 مطروح. ربما تنجح مصر في التنسيق مع الجزائر والمغرب فيعود الحلف المصري القوي الذي يحرك الأحداث في منطقة الشرق الأوسط. وسلطنة عمان برضو، سلطنة عمان لكن موقفها، سلطنة عمان لها موقف خاص لا تتصادم مع أحد وتتحاشى اتخاذ مواقف علنية، لكن يعني هي تعتبر مؤيدة لا, لا يعني هي مستاءة من قطر وهي أول الدول اللي ثبتت لديها رصدت نشاط إخواني لديها وعبرت عن ذلك لقطر، لكنها لا تأخذ موقف وفي نفس الوقت لا تتصادم مع أحد، فلديها علاقات متطورة مع إيران تتجاوز صحيح. مجلس التعاون الخليجي نفسه صحيح. طيب دكتور عمرو، انت يعني خبير نظم سياسية قديم ومتجدد، ما صدمكش النهاردة غياب الحديث عن النظم السياسية بتاعتك وبتاعتي في كلام وحوار وحديث المرشح الرئاسي؟ بمعنى انه مثال وهو بيتكلم قال يعني احنا بنتكلم على التظاهر، تظاهر ايه وفي ناس، وما نكملش الجملة لكن كان السياق بيقول وفي ناس مش لاقية تاكل. هل غياب الحديث عن النظام السياسي هو تطرق بس في حالة الكلام الحاسم لن أؤسس حزبا ولن أنضم إلى حزب ويكفيني الظهير الشعبي، ده الكلام تقريبا الوحيد اللي في النظم اللي اتقال،
هل اللي ما اتقالش المسكوت عنه بقى نستخدم التحليل الفرنساوي اللي ما اتقالش اعتمادا على انه الوثيقه دي ضمت كل حاجه الدستور وبالتالي احترام للدستور هو لا يتدخل في موضوع الدستور فيه اليات ولا ده اولويه للاقتصاد والاجتماع على العمل السياسي؟ لا هو طبعا اللي يبص في الجزء الاولاني من الحديث بتاع امبارح بيجد ان ربما يتلمس ان في نوع من الحديه فيما يتعلق بمساله لما جه يتكلم عن مساله دول التظاهر. والنهارده برضو تمس معاه موضوع التظاهر وكان وقال ان هو كان مؤيد للقانون. يعني كان ما طرحهوش لكن كان مؤيد ليه. تمام. لكن انا عايز ابص الموضوع يا استاذ ضياء في كلياته بمعنى بنتكلم على السياسه والسياسات. تمام. بمعنى ان انا لما اجي اتكلم على لا مركزيه في موضوع تقسيم المحافظات لما اجي اتكلم على موضوع الاحزاب السياسيه والرفض ان هو يكون يشارك في تاسيس حزب او ينضم الحزب وده مهم دي مركزيه في الحاله المصريه مهمه. لا انا بتكلم عن موضوع الديمقراطيه. لا مهمه يعني في انه يبقى في رئيس بعيد عن طبعا مهمه لسبب لان في استحضار للتجربه السابقه في بين قوسين كده حزب الرئيس او حزب الدوله. انتفاء كامل لهذه المساله. انتفاء كامل لهذه المساله وده كان واضحه يعني انا استشعرت انه هيقولها مجرد ما سال سؤال لان كان في كلام عليها من امبارح. طب هتدفع مع الاحزاب السياسيه؟ قال انا هدفع مع مع القوى السياسيه، انا هدفع مع كل المواطنين ومع احترام القوى السياسيه. فما كانش نظر قوي للاحزاب السياسيه بعين الاهتمام من زاويه ان هو ينضم او ينشئ. لكن بمناسبه ان هي احد الفواعل القائمه او احد الفواعل السياسيه او احد الفواعل الموجوده في الدوله المصريه. لكن هينضم؟ لا الموضوع محسوم. هيشارك؟ لا موضوع محسوم. لا بمعنى لا. طب هتعمل في البرلمان؟ قال لك هتواصل معاه لان البرلمان هيتالف من احزاب، في جزء كبير ربما يكون النص او يزيد بالقايمه، ففي احزاب سياسيه. قال لك هيكون في نوع من التواصل، ربما يكون بعد كده الرئيس من حزب، ده موضوع تاني بعد فتره من فترات. زي ما حصل بعض التجارب الاوروبيه. صحيح. لا موضوع مدنيه الدوله قالوا امبارح والنهارده قالوا بحسب. فكل دي بتدي اطار عام لرؤيته للمساله الديمقراطيه، مصنوع مدنيه الدوله، موضوع الاخوان، موضوع صوته تدخل الدين في السياسه. اكيد امبارح والنهارده على فكره صوتوا واختاروا بعقلكم في الانتخابات. موضوع الوحده الوطنيه وموضوع المسيحيين اللي اتكلم عليه اكتر من مره. والفئات الاخرى. لكن قصدي يعني لما بتكلم على الدوله المدنيه. كل الامور الاربعه او الخمسه اللي انا تحدثت فيها ديت بتشكل نوع من طبيعه الفكر بتاعه للعمليه الديمقراطيه، واعتقد ده شكل متكامل، وربما يكون البرنامج فيه تفاصيل. لا ربما كمان يكون المرشح الاخر لديه برضه رؤيه ورؤيه ثاقبه برضه. طبعا ما من شك يعني احنا بس بنتكلم على حاجه محدده وحاجه قدامنا. لكن هنا لما نيجي نتكلم برضه عن الطرف الثاني وهذا الطرف ونتكلم عن النقطه اللي حضرتك اثرتها موضوع الدستور، وده يمكن هيبان في الحديث اللي جاي بتاع الاستاذ حمدين، ان انا يعني كواحد بيقرا برنامج ليه شخص تنفيذي، ما ينفعش ان انا اقول والله تو ما هاجي بكره هحكم على فلان بالحكم ده، لان دي موضوع سلطه قضائيه. انا هشرع كده لان ده برنامج دي سلطه تشريعيه. فانا متحفظ شويه يعني وانزعجت لما المرشح المقابل انا هعمل القانون، هنرجع هعفو عن مش عارف كذا. طب انت بقى هلغي القانون سؤال عشان اختم، هتبدا حياتك باستثناء يعني. لا هبدا هختم بسؤال انت من وحي كلامك. اشكرك على توضيح ملامح النظام السياسي والديمقراطيه في اللي انت لمستها بعمق وبدقه في الحوار. بمناسبه تعليقك على الاستاذ حمدي صباحي، مش ده مجال كلامي نعم، لكن هل انت رايت في الحديث امبارح والنهارده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رؤية او اتجاه للتداخل بين السلطات؟ لا هو في هنا نوع من بالعكس، انا شفت يعني ده سلطة راجل مرشح رئيس جمهورية هو وعنده برلمان وعنده قضاء. هل لمست في تداخل ما بين السلطات في ذهنه ولو نواه صغيرة؟
ما يعني موضوع ولا فصل موضوع ميزانيه الجيش اللي عدى عليها بسرعه. تمام. اللي عدى عليها بسرعه، ولكن انا بالعكس انا شفت نوع من الكلام على احترام القانون. ما اكد امبارح على مساله احترام القضاء، موضوع ان هيقدر يتواصل مع البرلمان ومع احزابه السياسيه. مش هطلع قوانين، ما قالش هطلع، ولا قال هلغي، ولا قال هوقف، ولا قال هعفو. لا لا دي كلمات مهمه جدا جدا. هو كده مركز الدراسات، هو كده نظم السياسيه. معلش انا منحاز. اشكرك دكتور عمرو، لانه بالفعل الجوانب دي ما كانتش واضحه لينا كثيرا. هنخرج لفاصل اعلاني ونعود مره اخرى نستقبل غالبا معرفش الجوله الاخيره ولا قبل الاخيره، هيقولوا لي بعد شويه، لكن في كل حاجه خارج الاخيره. اشكرك. احنا هنخرج فاصل ونعود مره اخرى نستكمل تحليلنا للحوار او الجزء الثاني من الحوار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. نرجوكم ان تبقوا معنا. اهلا بحضراتكم في الجوله الاخيره من حوارنا، وللاسف ابلغوني ان احنا قدامنا ربع ساعه فقط، فيعني هنحاول فيها ان احنا يعني نناقش 25 دقيقه. اشكرك يعني المزاد مفتوح، ممكن نوصل بعد شويه ل 45، محدش عارف. لو عجبكم الكلام يا بكنترول زودوا لنا. طيب دكتور، احنا قاعدين للفجر بقى. لا مش للفجر، مش عندنا شغل الصبح. دكتور حمدي، هرجع تاني للاقتصاد، لانه الحقيقه ده ملف شديد الحيويه، واحنا مهما قعدنا النهارده مش هنديله حقه، لانه في تفاصيل الحقيقه كثيره جدا جدا جدا. فكره المحافظات الافقيه العرضيه مع الظهير الصحراوي مع الحديث عن 4 مليون فدان جديده. صحيح. تضاف الى مصر الزراعه اللي هي فيها دلوقتي حوالي يعني 7 مليون فدان تقريبا، يعني بنتكلم على حوالي 60% زياده عن القائم في مصر. وده بيرجعنا بقى للثلاث مصادر للتمويل. احنا بنتكلم على شيء عملاق، واحنا سالنا دكتور هاشم اذا كان ده حلم ولا علم، فهو قال لنا علم. حلم مع علم، ده كان دي كانت اجابه الدكتور هاشم. طيب في الحلم والعلم، الثلاث حاجات اللي قالها للتمويل، بيتكلم على تمويل من المصريين. ايوه. الخارج اتكلم على استثمارات عربيه ومصريه، واتكلم على مساعدات اصدقاء واشقاء، وذكر في السكه الرقم الخاص بمساعدات الاشقاء اللي تجاوزت 20 مليار دولار. حضرتك قد ايه كرجل اقتصاد واداره تثق في قدره المرشح عبد الفتاح السيسي حال كونه رئيسا في تنشيط الثلاث محاور دي لانجاز الحلم العلم اللي بيكلمنا عنه؟ هو طبعا يعني هرجع برضه لان هو كرجل فكره استراتيجي، ودايما القوات المسلحه بتعمل سيناريوهات مستقبليه ويعني دراسات على ارض الواقع وتقدير موقف الى اخره. تصور ان هو بيعتمد على منهج بنسميه سوات اناليسيس، ده اللي هو تحليل سوات. وفي جزء انا اسف وقال ترشيد. الترشيد دون المساس بالنسبه للميه وبالنسبه للطاقه. ترشيد دون المساس بالفقراء، ده صحيح. ففي هذه الحاله دايما بيعتمد على عناصر القوة اللي هي الاس الاولانية من المنهج ده. فعناصر القوة ان انا عندي موارد طبيعية ولها قيمة، وعندي موارد مالية خاصة بالعرب وخاصة بالمصريين الموجودين في الخارج، وممكن مساعدات من الاشقاء حتى من المؤسسات الدولية. يعني عندنا البنك الدولي دايما بيمول مشروعات تنمية اساسية وبنية اساسية وشروطه ميسرة جدا عكس الصندوق. صندوق دايما تجاري. طب والنبي عشان احنا دايما بنحب نعرف بالحاجه. ايوه. يعني الفرق البسيط بين الصندوق والبنك عشان الناس فاكره الاثنين حاجه واحده. اول لا بالظبط، ده بيشتغل فيه وده بيشتغل فيه بجملتين، بيتلخبطوا فعلا بينهم حتى يمكن بعض المتخصصين. مظبوط. البنك الدولي. أيوة. مؤسسه من المؤسسات اللي هي انشئت بعد الحرب العالميه الثانيه عشان تعمل ايه؟
اعمار من الكد بالضبط في اوروبا بعد الحرب. تمام. واستمر بعد ذلك وانضمينا الى عضويه هذه المؤسسه العالميه ولنا حصه في راس المال، وبالتالي زينا زي باقي الدول من حقنا نستفيد من مساعدات البنك الدولي، وهو متعلق بالتنميه الاقليميه، التنميه الريفيه، البنيه الاساسيه. مجموعه خبرائه بيدرسوا المشروعات اللي عندك وبيشوفوا جدواها الاقتصاديه والتمويل اللي ممكن يعطى لهذه المشروعات اذا ما تبين اهميتها وجديتها. بيمول مشروعات ما بيديش كاش بالظبط، ده مش بتاع سوق، بيمول لي كهرباء، محطات ميه، صرف صحي. تمام. وبالتالي حاجات مهمه جدا وشروطه 1% وفي ساعات اقل من 1% فايده. ده البنك واللي عازب الله بقى الصندوق. الصندوق بقى عازب الله ده الراجل ده بقى تجاري. يعني بيجي يقول لك انت عضو عندي وكل حاجه. ده بتاع الرهن. بالظبط. انت عايز ده الخواجه الكويتي. ده الخواجه الكويتي. عايز قرض بتاع الفايز بالظبط. الفايز عندنا في نفس الوقت يقول لك عندك بقى ايه الروشته دي كلها على حساب البعد الاجتماعي وعلى حساب الفقراء لازم تنفذها، فمعوناته مشروط عشان اضمن فلوسي بالظبط. علشان اديك شهاده ان عندك حسن سير وسلوك في المجال الاقتصادي وهتنجح وهتبقى كويس في الحاجات دي، ولكن حقيقه الامر انه وقع تحت الضغط السياسي للولايات المتحده الامريكيه واوروبا اللي هم لهم حصص تصويت اكبر حصص مؤثره على قرارات الصندوق بالدرجه الاولى. انا اسف ان فتحت القوس ده بس عشان كويس عشان نعرف فعلا. فهو يعني دايما بيسيس القرارات بتاعته وتجاري يقول لك انا اعالج لك العجز في ميزان المدفوعات ما بين الصادرات والواردات، انت عندك عجز انا هساعدك بس اعمل بقى الاجراءات الصعبه اللي بتقوي المظاهرات الاهداف السياسيه اللي هو عاوزها بالظبط. خدمه سيادتك. فده الحاجه. الحاجه طبعا يعني في هذه الحاله بنقول احنا في مصادر التمويل دي حلم ولا علم ولا الاثنين؟ لا اعتقد انها طبعا في حاجات فيها مبالغه يعني مش كلها ممكن تحقيقها لانه بالفعل يعني ما زال هناك مناخ استثمار وامن غير جاهز لذلك حاليا. يعني ياخد وقت والمشروعات بتاخد وقت ايضا في التنفيذ، فكثير من علامات الاستفهام عن السياسات القادمه فيما يتعلق بمعامله الاستثمار بعد ما يجي مجلس النواب ويشرع تشريعات جديده حاليا ما فيش اجابه عنها. وكذلك بالنسبه للروتين الحكومي والمنازعات القضائيه وتنفيذ احكام المحاكم كل دي فيها مشاكل، وتقارير التنافسيه العالميه مصر متراجعه فيها. الحريه الاقتصاديه مصر متراجعه فيها، الشفافيه المتعلقه بمكافحه الفساد مصر متراجعه فيها. كل ده في المؤسسات العالميه المستثمرين الاجانب ثم ايضا العرب اللي هم برضو اكثر خوفا من الاجانب، والمصريين نفس الحكايه يعني يقول لك انا عايز مناخ امن من المخاطر. فاذا استطاعت مصر انها تقضي على الارهاب تماما وتنطلق التنميه في سيناء زي ما قالوا في الاماكن الاخرى بدون ما يكون في معوقات اللي هي بقى بنقول عليها في المنهج بتاع صوت ده اللي هي التهديدات اللي هي الثريتس اللي هي الكي الاخرانيه في المنهج ده، لكن عندك فرص بقى في اوبورتيونيتيز في فرص. هذه الفرص ايضا لابد انه يحددها، وهذه الفرص لابد ان احنا نغتنمها. ان النهارده في فلسفه اقتصاديه بتتشكل على اساس انها تنميه قائمه على البعد الاجتماعي وان هذه التنميه لمصلحه الشعب المصري بالدرجه الاولى، وانه الشعب ممكن يبقى ظهير للرئيس القادم يساعده، ودي ما كانتش موجوده قبل كده. صحيح. الناس كانت دايما بتطالب بمطالبات من غير عمل ولا غير انتاج، لكن ليه؟ لانهم فقدوا الثقه. فاذا استطاع ان هو واثق في نفسه ان يستعيد هذه الثقه والناس بتنظر له على ان هو القوي الامين يا ابت استاجره، واعتقد ان بنته ولا السيدات هيقولوا نفس الكلام يا ابت استاجره سيدنا بالظبط سيدنا. فهنا طبعا اعتقد ان دي مهمه جدا وبيعول عليها يعني امال كبيره. جميل. ولكن زي ما قلت حضرتك مساله التحقق على ارض الواقع، حتى يمكن المدام لابيس قالت له او الاستاذه لابيس قالت له على ان احنا جربنا التبرعات من المصريين في الخارج وما كانتش فعاله قوي، واخد بال حضرتك، كانت محدوده. صحيح. لكن عندما تتحول بقى الى مشاركات عايزه الامان من المخاطر اولا. عظيم. دكتور هاشم الموضوع الديني، وانت حضرتك استاذ انثروبولوجيا ومصر مختلطه بالدين، يعني اختلطت في المولد والمنشأ والمسار بالدين، وهو اتكلم
امبارح المشير السيسي بشكل واضح، وحضرتك حللت اجزاء من كلامه مهمه جدا، واتكلمت عن تدينه وعن كل هذه الامور. النهارده وهو بيتكلم عن الاخوه الاقباط واتكلم عن الاخوان كمان، اتكلم عن التنظيم الدولي وقال وربطه بشكل مباشر بالارهاب، ولما جه عند الدين قال جمله مهمه، قال كل واحد دينه عنده غالي، ويجب ان احنا كل واحد يحترم اختيار الاخر. الكلام ده بجد ولا ده برضه؟ لا، ما احنا دلوقتي انت استاذ علم نفسي، انت اقدر منا انك تدخل لجوه. وايه تعكس دين وعنده غالي؟ يعني احنا بنتكلم دلوقتي، ما قالش مقدس، ما قالش مهم، ما قال يعني العباره دي اللي بتلخص او تضاف لايه لتحليلك امبارح في موقف المرشح الرئاسي يا فتاح السيسي من قضيه الدين في مصر، وكان بيرد عن الاقباط. كان في موضوع الرد على موضوع الاخوه الاقباط. هو احنا في عندنا علمين مهمين قوي، واحد اسمه علم النفس السياسي، واحد اسمه الطب النفسي السياسي. بيقول لك لو انت كده قعدت شفت من ايام بدايه الثورات مع الرئيس جمال عبد الناصر لغايه دلوقتي، بتكتشف ان بيجي في الدوله كدوله والدول المحيطه بيها مراحل نمو نفسيه، زي الشباب ما بيكبروا. فتجد ان كان في البدايات كده فيها رغبات شديدة جدا في النجاح والثورة والحماس، بس مش محكوم بالعقل. يعني تحس ان هما شباب طايش، اندفاع شباب، المهم مندفع وطايش خالص، مفيش تفكير. لكن لما تيجي تتفرج دلوقتي عليه وهو بيتكلم، واحترام الدول لبعض رغم اختلافاتهم وانتماءاتهم، ده بيقول لك ان احنا وصلنا الى مرحلة وقار، نضج، بقينا بالظبط الناس بتفكر المصالح جايه منين؟ رغم ان انا مختلف وليا توجهات. فتحس ان الزعماء اللي انتوا حضرتكوا ذكرتوهم، مصر والسعوديه والكويت والامارات والبحرين وسلطنه عمان على استحياء، لكن في تحس ان في ناس عاقله قاعده دلوقتي وبيشوفوا لاول مره اللي تحت رجليهم ويخططوا لبكره. الظروف خلت منهم ان هم ينضجوا بقى. الزمن، الخبرات المتراكمة، العقلانية، وبعد كده حجم التهديدات الخطيرة اللي عملتها الجماعات اللي هي الإخوان وخلافه. فبالتالي خلت الناس دي ترسى وتقعد مع بعض وتتفاوض. ده بالظبط موضوع زي داخل فيه موضوع الدين. تمام. إني أنا كمسلم مختلف في جوهر الدين مع المسيحي أو اليهودي، كل واحد لدينه وكل واحد لوجهة نظره. بس فعلا كل واحد شايف انه في حاجات بتفرقنا وحاجات تجمعنا. لو احنا مشينا على الحاجات اللي تفرقنا، ديني ودينك، طبعا هنرجع تاني لشغل المراقب، ان مين فينا يزق التاني ويوقعه ويكعبله. لكن مع العقل والمنطق انت بتشوف في الاراضي المشتركه اللي بيننا، اللي هي الايمان بالله والحب والموده والرحمه كذا حاجه. فانا شايفه بيتكلم على ده دلوقتي، وده بيدل على انه مش بس على عبد الفتاح السيسي كانسان بيرشح نفسه للانتخابات. اي مصري عاقل هو هيبقى انسان ناضج جدا لما يتكلم على ان ايوه انا مختلف مع فلان في الدين، ولكن متفق معاه في حاجات كتيره جدا. وهو ده المنطق. وعلشان كده حتى الكنيسه المصريه لما اتحرق لها 50 كنيسه عرفت تتجاوز الاختلاف، ودخلت في ايه؟ انا مع المصريين مش مع دول، انا دول مش جايين في دماغي. وهو ربنا يعني حتى خدوا حته لذيذه جدا من المصري، اللي هو سجاده الصلاه واسعه والارض واسعه، اي حته طهوره. هو اشار لها، قال لك هصلي بره الكنيسه، هصلي في اي حته. يعني حتى دي خدوها في الارض مشتركه بيننا وبين المسيحيين، لان المسلمين بيقولوا كده، مش المسيحيين بيقولوا كده ابدا. ولكن هم عرفوا بالعقلانيه يتجاوزوا. فانا شايف في علم النفس السياسي او الطب النفسي ان احنا في مرحله فيها عقلانيه جيده، بيعبر عنها كتير من رموز السلطه في مصر، منهم عبد الفتاح السيسي، ومنهم الوزير الاوقاف فضيل الشيخ الازهر، الكنيسه المصريه بكل طوائفها، الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، بيتكلموا بطريقه وطنيه. فده بيوريك ان الناس عقلت جميل، والظروف خلتهم استووا. تمام. طول مجاهد
دلوقتي احنا عندنا قضية الحياة هي المية، وده امر لا شك فيه عند اي حد، والمصريين انتبهوا لخطورتها لما بدأ مشروع سد النهضة. حضرتك طبعا يعني لك نشاط بحثي واكاديمي كبير في هذا الموضوع، نشاط ايضا عملي. هو المشير في تحسيس النهضة اتكلم حوالين القضية دي، وقد يفاجئ البعض بانه المرشح الذي كان قائدا عاما للقوات المسلحة تحدث بهذه الطريقة الهادئة، والرئيس الذي عزل يعني اقام مؤتمرا المدني مفتوحا هدد فيه بحلول عسكرية. المشير السيسي الحقيقة قد يبدو للبعض انه مش فاهم يعني هو يقصد ايه، اتكلم على انه ملف المياه ملف اهمل لفترة طويلة ولابد ان احنا يعني نهتم بيه. طب سد النهضة قال لك تحتاج الى جهد حقيقي، وعلى الاعلام انه يعني ياخد باله في التعامل مع القضية دي وما قدمش تفاصيل، في حين انه الرئيس اللي قبله ده قدم اكتر من التفاصيل ودخلنا فيه. ده يعكس ايه؟ عدم اهتمام بالقضية ولا تعقد القضية لدرجة انه لا يمكن ان تطرح جملة واحدة حل ليها، ولا لسه بيفكر في حل القضية؟ شوف هو يعني في ملاحظات عامة قبل ما ادخل في الاجابة على هذا السؤال، بتقول انه فترة الصمت او اللي اتهم فيها المشير السيسي بفترة صمت لم تكن فترة صمت وسكون، لكن كانت فترة دراسة، ودرس فيها كل الملفات المرجح ان يفتح ان تفتح في مصر. والدليل على ذلك انه اذا رجحنا انه الخريطة دي طالعة من مشروع الدكتور الباز، فانا اعتقد بس اضيف حتة صغيرة انه الظهير اللي بتعمل للمحافظات ليس مقصودا تمويله، لكن في المشروع الاساسي بتقول ايه، ان هذا المشروع عندما يضاف للوادي الجديد امتداد بحري او المحافظات الاخرى ستطرح مشروعات استثمارية لا تحتاج تمويل من الدولة، وبالتالي ستكون وظائف للعاملين في المنطقة، ومع اللامركزية اللي قال عليها الدكتور عمرو هيكون العود العائد لهذه المحافظة. فهو مشروع متكامل لا يحتاج الى تمويل من الدولة في البداية. تمام. النقطة الثانية، هو قال فيما يتعلق بسد النهضة واعتقد انه درسه جيدا، الاجابة بتاعته تؤكد انه درس كل المطروح، يعني الاجابة غير مفصلة تؤكد انه درس الموضوع. سأوضح ذلك. اتفضل. يعني فيما يتعلق بسد النهضة القضية مسارة بوضوح جدا منذ عدة سنوات، والمشروع السدود مقام، ومن الواضح انه سيقام في هذا المنطقة سد النهضة منذ سنوات، لكن بعض خبرائنا الذين يتحدثون الآن بنغمة صوت مرتفعة هم الذين أجزموا منذ سنتين ثلاثة أنه يستحيل أن تقيم أثيوبيا سدا، وعندما أجبنا عليهم قال التكنولوجيا مش هتسمح، قالوا لسه بدري، لكن دلوقتي أقيم السد. فواضح أنه المشير السيسي درس هذا الملف جيدا، وبالتالي هو قال إيه في أول نقطة قالها، قال أنه الموضوعات الاستراتيجية تحتاج لحوار، وده الادراك اللي انا يجعلني اجزم انه درس الملف، وان تقدير مصالح الاخرين يقتضي يجب ان نقدر مصالح الاخرين ونحن ندافع عن مصالحهم. ليه؟ ده معناه فيهم بيبحث عن ارضيه مشتركه للتعامل مع اثيوبيا تجعل وجهة النظر المصريه تصبح اكثر قبولا. ان المشكله الان هو هل سد سنوات التخزين تكون سريعة فتحجز عن المياه، أم تطول سنوات التخزين فلا تحجز بصورة أساسية، ثم هل نضمن أنه بعد ما تدخل المياه في التوربينات أن حصة مصر تحصل عليها ولا لا، وحصة مصر العادلة كما تقول أثيوبيا هل هي 55 مليار ولا لها معنى آخر. فهو حديثه بذلك بيبحث عن أرضية رجل دولة، ولا تفصلها أبدا في حديثه عن الأجزاء الأخرى، في حديثه عن تركيا لم يكن منفعلا، في حديثه عن قطر لم يكن منفعلا، في حديثه عن إسرائيل وعن الولايات المتحدة. ده تكوين سياسي واضح للمرشح عبد الفتاح السيسي، بيقول أنا ببحث عن أرضيات للتفاهم وبتجنب بقدر الإمكان مجالات التصادم. طول عمر السؤال الأخير لك أيضا داخل المنظمة السياسية إياها. المشير السيسي ابتدى من اللمبة الموفرة وانتهى بمحور التنمية وإعادة تقسيم مصر، وفي كل ده معتمد على فكرة التعبئة. احنا انا وانتو محدش هينام، قالها امبارح واكدها النهاردة. والتعبئة او النظام التعبوي احيانا في النظم السياسية عندنا في دراساتنا بيبقى له احد، مش كل النظم التعبوية يعني، بعضها له سمعة غير طيبة،
وبعضها له سمعه طيبه. النظام الياباني نظام تعبوي منذ عهد الميكي حتى اليوم، ولا زال حتى اللحظه بيعبق حوالين قيم معينه، وكذلك نظم كثيره ديمقراطيه تماما لكنها تعبويه. لكن ايضا هناك نظم تعبويه افرزت استبداد وافرزت ديكتاتوريه وافرزت كوارث. اللي انت شايفه من احنا ما شفناش حاجه لسه غير كلام، وشفنا حوار وهنقرا برامج، احساسك حاله انه يا مصريين خلوا بالكم ورشدوا، هتاخدوا اعملوا لمبه المفروض، يا مصريين اشتغلوا معايا، يا مصريين استحملوا، يا مصريين. الحاله التعبويه دي اقرب للايجابيه، الحاله التعبويه الايجابيه، ولا اقرب للحاله التعبويه السلبيه؟ لا هي اقرب للايجابيه. اقول لحضرتك ليه؟ لان هربط كل الكلام ببعضه اللي قاله امبارح وعلى اللي قاله النهارده. أرجوك. لما يجي يتحدث عن استنهاض الهمم، ويجي يتحدث عن احنا واحنا واحنا وهنصحى من بدري وهنعمل وهنشتغل، والاسلوب او المصطلحات الجمعيه في صياغه جمله ديت واجي اربطها، ده كل دي مصطلحات تبدو كده ان في نوع من التخوف زي ما حضرتك قلت، واجي اربطها بي ودي تعبئه المصطلحات الثانيه اللي ما كانتش باينه قوي لكن نقدر نستوحيها من الحديث بتاع امبارح وبتاع النهارده، اللي هي بقى فيه وسائل تنشئه مش تعبئه، تعليم دور العباده والاعلام ودور العباده لا هنا بقى وعي. هنا الموضوع اختلف، قال تشكيل وعي تشكيل وعي، هنا الموضوع اختلف بقى. يعني هو بالبلدي مش عايز الناس بعبلها ويعبقها ده اللي تقصده انت بالظبط. لا عايز يعيد يعيد، مش عايز اقول تربيه لكن تنشئه، تركيب الوعي تنشئه والتركيب تقدر تلم لما تيجي سلوك يعني بالظبط لما تيجي تتكلم على الاثنين مع بعض كده وتقلبهم على بعض او تخلطهم ببعض. لا هنا ما بيتكلمش على ان منطلق امني ولا منطلق في نوع من الـ 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 الجبر، لا هنا في اختلاف. انا بس كنت عايز اضيف نقطه ارجوك صغيره للي ذكرته قبل كده في الموضوع الديمقراطي، ودي تبدو لي نقيصه في ما ذكره او يعني في برنامجه او في فكره، ان لما جه يتحدث عن الاخوان ولما جه يتحدث عن نظام مبارك، لما جه يتكلم عن الاخوان رفض تماما العوده بشكل مطلق وقاطع وبدون اي موائمات، ولا كجماعه كجماعه ولا مكتب اكشال وربما تكون بقول لحضرتك تكون دي ناقصه. ليه؟ في الجزء اللي جاي بقى لما جه يتكلم عن نظام مبارك قال ايه؟ ده في حواره مع الصحفيين، كل ما نطلق عليهم مجموعات مصالح منتمين لنظام مبارك مصريين وهم مصريين فعلا، يجب ان نستدعي فيهم قوى الخير وليس قوى الشر. هنا يبدو في نوع من الميل، وده اللي ربما تاخذوا عليه الحمله الاخرى. الحمله الاخرى بتاخذوا عليه الحته ديت، بتاخذوا عليه حته معاهده السلام جزء من وجدان المصريين. المخطط انا هحط لك معلومه بس عشان تكمل تحليلك. انا كتبتها قدامي لما سئل عن رموز مبارك النهارده، قال حاله ما قبل 25 يناير انتهت الى الابد، وحاله ما قبل 30/6 انتهت ربما ده اكثر وضوحا من وهو اتكلم عن الحاله. انا حديث بتاع الصحفيين ربما يكون كان مجتزا لكن ملخص خمس ساعات خمس ساعات. هل برضه ده جزء من سؤالي لحضرتك؟ هو ما استخدمش تعبير نظام ولا استخدم تعبير الرئيس، واستخدم تعبير حاله. قال حاله ما قبل 25 يناير وحاله ما قبل 30. اعتقادك انه مفهوم حالة ده أوسع من النظام ولا أضيق؟ حالة دي بتشمل النظام بقيمه بأخلاقه بممارسات مش أفراده بس، ولا الحالة أضيق شوية وبيتكلم الحالة أضيق. النظام دي يعني الكليات، يعني لما جه يتكلم زي ما بيقول الدكتور محمد لما جه يتكلم على الموضوع عدم العودة لهذا النظام ولا ذاك، طبعا النظام أوسع. لكن هو يبدو ان مهموم بالهم الاقتصادي اكتر، لان فاستدعى او لديه اعتقاد ان القوى الاقتصاديه بتاعت النظام السابق لازالت قائمه، فمش عايز يواجهها، مش عايز يخش في حرب معاها، يمكن عايز يسكنها، يمكن عايز يهدي يعني. فقال حتى بيقول ايه؟ اخرج منها قوى الخير وابعد عنها قوى الشر. احنا يعني الحقيقه استمتعنا
حضراتكم بحوار مهم هذه الليلة، ويمكن زي ما وعدناكم من بداية مصر تنتخب الرئيس هنحاول هنسعى بكل ما نملك أن نكون محايدين وموضوعين، ودي غير دي محايدين. كل منا له مرشحه في قلبه لن يفصح عنه إلا أمام الصندوق، وبالتالي الحياد والتوازن سيكون هو هدفنا في هذا التخطيط. الموضوعية ألا نضع على لسان أحد شيئا لم يقله، وأن ننقل إلى الناس ما يقال بدقة. وبالتالي احنا افسحنا في حلقتين متتاليتين المجال لحوار جرى مع السيد عبد الفتاح السيسي مرشح الرئاسي، وسبقهم حلقة عن البروفايل او صورة او مشهد عبد الفتاح السيسي. غدا لدينا باذن الله بروفايل المرشح حمدي صباح، وسيكون معنا خبراء و يعني قاد ناس عاصروا وساروا مع حمدي صباحي في مساره التاريخي يستطيعون الحكم عليه كما فعلنا مع المرشح عبد الفتاح السيسي. وبعد غد سيكون معنا حمدي صباحي في حوار مباشر مع حضراتكم، وبنعدكم وبنطالب، وقبل ما انسى قبل ما انسى عشان كان لازم الكلام ده يتقال على مشهد من حضراتكم جميعا، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بادر وطلب لقاءات مع فئات من ابرزها الاعلاميين في القنوات الفضائيه، وفئات اخرى قد يكون منها الصحفيين ومنها النقابيين. ارجو من حمله الاستاذ حمدي صباحي ان تطلب نفس اللقاءات وان تجريها، عشان يبقى عندنا فرصه متساويه. هنا الفرصه بقى انت اللي تخلقها، ما حدش بيخلقها لك، هو دعا انت تدعي. وعشان يبقى احنا عندنا ماده كمان نقول، احنا عايزينكم تقعدوا وعايزين مرشح الرئاسي حمدي صباح يتكلم مع نفس هذه الفئات عشان يبقى الراي العام، لدي قنوات الراي العام اللي بتوصل له. بذلوا جهدكم اعملوا ده، هتوفر عندنا ماده، وبنعت حضراتكم انه زي ما حوار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي كان في حوالي 4 ساعات وربع، غالبا بكره حوار المرشح الرئاسي حمدي صباحي سيكون تقريبا في نفس الوقت، بس هيكون على يوم واحد، واسف عفوا يوم الخميس. وبكره في حلقه تعريف المرشح الرئاسي حمدي صباحي سعينا لدى حمله الاستاذ حمدين لكي نحصل منهم على اي تسجيلات له يرغبون في اذاعته، كما اذعنا اجزاء من لقاء المرشح عبد الفتاح السيسي مع رجال الاعلام والقنوات الفضائيه. نتمنى ان يصلنا منهم ولو ارادوا ساعة و34 دقيقة كالتي اذعناها للمشير عبد الفتاح السيسي، وسنتلقى اجابتهم صباح الغد، وهنبقى بكره في حلقه جديده من هذا البرنامج. نهايه هذه الحلقه لابد اتوجه بالشكر العميق لاساتذتنا وزملائنا دكتور حمدي عبد العظيم، شكرا دكتور هاشم بحري. هنلتقي طبعا في باذن الله ان شاء الله مع تحليل حمدين، طبعا دكتور حمدي الرئيس الاسبق لاكاديميه السادات الاداريه، دكتور هاشم بحري استاذ الطب النفسي في جامعه الازهر، دكتور هاشم دكتور عمرو هاشم ربيع ابن مركز الدراسات ونائب مدير المركز الذي يتعرض الان لمخاطر، مش انت ده المركز، فالدكتور محمد مجاهد الزيات مدير مركز دراسات الشرق الاوسط. نشكر حضراتكم شكرا جزيلا، نلتقي معكم غدا ان شاء الله.